كم سعادتي إن أنا موجود مع حضراتكم في المكان الطيب والمنارة العلمية تحت إشراف الصرح الشامخ نقابة المحامين اللي خرجت طبعا أجيال وقامات قضائية كبيرة. مش هسترسل، أنا مش هتكلم عن النقابة والمحامي ورسالة المحامي، يعني الأستاذ سعادة النقيب قد يكون أفاض في الكلام ده، وعلشان خاطر برضك نخش في الموضوع ما يبقاش كلامنا ولقائنا معاكم ثقيل، اللي أسأل ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون لقاء طيب علينا وعليكم، ما يكونش قلبنا تقيل في المحاضرة، وإن شاء الله نضيف لحضراتكم زي ما حضراتكم أكيد هتضيفوا لي بأمر الله من خلال مداخلاتكم، لأن أنتوا اللي في المطبخ وأنتوا اللي في الواقع العملي اللي إحنا جايين نتبادل مع بعض. أنا بقول نتبادل مع بعض، رسالة المحامي ورسالة القاضي تتكاملان، إحنا الاثنين هدفنا واحد بس العدل. مش عاوز أقول بيظهر بجد، بيظهر المحامي الكفء مع كامل تقديري للكل طبعا، بس كفاءة المحامي فيما يدون ويسطر بالصحيفة بتاعته. الصحيفة محامي بيكتب كلام قانون وكلام جديد بيجبر انه لازم يستمع ليه، سواء في المرافعة لما يبدي دفوعه جوهرية وقانونية، ولما يسطر في الصحيفة بتاعته أو في مذكرته كلام يكون جدير بالبحث، كلام دي شهادة حق، وبنقدر نميز ونشوف المحامي اللي بيكتب كلام جديد وبيضيف حتى هذه اللحظة. العلم والأحكام ملهاش نهاية، تشريعات طول ما في تحديثات وفي وقائع جديدة أكيد حضرتك بتشارك المحكمة إن إحنا نقدر نطلع مثلا مبدأ جديد، مبدأ قضائي جديد يعالج وقعة معينة أو حالة معينة ما كانتش مطروحة قبل كده على المحاكم. خلوني في البداية، طبعا احنا هنتكلم الأول على موضوعنا الأحوال الشخصية واختصاص محاكم الأسرة. ما اعرفش حد من حضراتكم اشتغل وحضر قدام محاكم الأسرة ولا لا؟ حد حضر؟ كتبتوا صحف يعني؟ كتبتوا صحف؟ طيب ماشي. في الأول بس أنا عاوز أعرف حد بس يقول لي ما المقصود بقانون الرسالة السوداء؟ في قانون كده اسمه قانون الرسالة السوداء، حد يعرف يقول لي ما هو قانون الرسالة السوداء؟ مفيش؟ طيب هنتكلم النهاردة عن الأحوال الشخصية. حد يقدر يقول لي المقصود بالأحوال الشخصية؟ إيه معنى الأحوال الشخصية؟ طبعا لازم نتفق في البداية إن إحنا بنتكلم، يعني مش لسه هنتكلم ناس في كلية ولا تعليم الكبار، وحضراتكم كبار وقامات كبيرة محترمة، يختلف عن تعليم الصغار. فياريت حد يقول لي بس ما المقصود بالأحوال الشخصية؟ تمام. ها حد هيضيف تاني؟ حد عاوز يضيف حاجة تانية؟ طيب الأحوال جمع حال، صح؟ جمع حال، والشخصية المقصود بها الشخص. الأحوال لما حد بيسأل حضرتك كيف الحال، كيف حالك، بيتكلم على حالتك الحسية والمعنوية. الشخصية الشخص تطلق على كل شيء ظاهر ومرتفع ويقصد به الجوانب الايه التي تحدد الشخص. فهل مثلا يمكن ان يطلق على الجنين انه شخص؟ ممكن يطلق على الجنين انه شخص؟ لا.
طيب، ايه بداية ظهور الأحوال الشخصية؟ بداية ظهور مصطلح الأحوال الشخصية. معلش أنا بعمل مدخل علشان بس نحدد المصطلحات ونعرف التطور التشريعي للأحوال الشخصية جت منين، وليه أنا بطبق عليها قانون الديانة، وليه لما يكون في طرف أجنبي أنا بطبق عليه قانون بتاعه وما بطبقش عليه القانون المصري. فلازم نعرف التطور، إحنا كنا فين ووصلنا لغاية فين، لأنه معرفة الماضي جزء من فهم الحاضر واستشراف المستقبل. فحد يقدر يقول لي من حضراتكم بداية ظهور مصطلح الأحوال الشخصية ظهر إمتى؟ الأحوال الشخصية ظهرت بصدد مشكلة تنازع القوانين، تنازع القوانين في الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية كانت تضم الإمبراطورية الرومانية ثلاث طوائف، الرومان واللاتين والأجانب، الرومان واللاتين والأجانب. الرومان واللاتين كان يطبق عليهم القانون الروماني. الأجانب كانت الولاية الرومانية بتصنفهم لقسمين، الأشخاص اللي بينتموا لجنسية دولة ترتبط بروما باتفاقات وعلاقات دبلوماسية ومعاهدات بتسمح ليهم إن هم يطبقوا قانونهم الشخصي في المنازعات الخاصة بتاعتهم. الأشخاص اللي بيرتبطوا ما يرتبطوش الدولة بتاعتهم بمعاهدات وعلاقات تجارية مع روما ما كانتش تسمح ليهم إن هم يطبقوا إيه قانونهم الشخصي في المنازعات بتاعتهم إلا بتصريح وفي أضيق نطاق. وعشان تواجه المشكلة طبعاً فيه علاقات تجارية، فكانت فيه مشكلة. ده بتعمل إيه في العلاقات التجارية اللي هي مش عاوزة القوانين تكون مشكلة في وقف التبادل التجاري؟ فقسمت زي ما قلت لحضراتكم، قانون روما ده بيطبق على الرومان واليونان واللاتين. الأجانب اللي احنا قلنا عليهم طبقت عليهم قانون يسمى قانون الشعوب، وهو يعتبر أقل مرتبة من القانون الايه؟ القانون الروماني. ولما سمحت لقانون الشعوب ان هو يطبق في الولاية الرومانية اكيد حصل ايه؟ تنازع شوية ما بين جنسية الدولة اللي بينتمي اليها هذا الشخص وبين القانون الروماني. فمن هنا نشأت فكرة تنازع القوانين، أنه القانون اللي هيطبق بالنسبة للعلاقة المدنية اللي بيكون فيها طرف روماني وفيها طرف أجنبي. فمن هنا نشأت فكرة تنازع القوانين، إيه هو القانون واجب التطبيق. فلذلك تعتبر روما أو الفقه الإيطالي هو أول من ابتدع هذا المصطلح في القرن الاثناشر والقرن الثلاثاشر. تمام؟ عشان قلنا كان في قانونين، قانون عام، قانون روما يطبق على الولاية كلها، وقانون محلي اللي هو يطبق في بعض الولايات المعينة. وعشان تفرق ما بين القانون العام وبين القانون المحلي أطلقت على القانون المحلي لفظ حال، وقسمت الأحوال إلى نوعين. قد تكون المسألة متعلقة بأموال سميتها أحوال عينية، لو متعلقة بأشخاص سميتها أحوال إيه؟ شخصية. دي بداية ظهور مصطلح الأحوال الشخصية. طيب إيه هو الحال؟ برضك نرجع تاني، حال الحالة الشخصية للإنسان. طيب الشريعة الإسلامية عرفت لنا المقصود بالأحوال الشخصية؟ لا، ما عرفتش الشريعة الإسلامية مفهوم الأحوال الشخصية. ليه؟ لأنه عندنا الشريعة الإسلامية جاءت بثلاث أحكام، عقائد وعبادات ومعاملات. في حاجة تانية غير كده؟ ثلاث حاجات، عقائد الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر، العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج، ودي علاقة الإنسان بمين؟ بربنا. وكذلك العقائد علاقته بربنا. أما المعاملات هي علاقة مين بمين؟ علاقة الإنسان بالإنسان، أخيه الإنسان.
زي إيه؟ البيع، الرهن، العمل، الوكالة، ومن ضمنها البيع، ومن ضمنها الزواج. فالبيع بينظم العلاقة بين البائع والمشتري، وكذلك عقد الزواج بينظم العلاقة ما بين الزوج والزوجة والخاطب وإيه؟ وخطيبته، تمام؟ فالمفروض الأصل إن المعاملات تخضع لقانون الديانة، المعاملات تخضع لمبدأ إقليمية القوانين ومقتضاها إن كل المعاملات تخضع لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، إلا أنه كان في تطبيق ذلك قد يكون هناك حرج على غير المسلمين لما بطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية. فلذلك رأى المشرع أن يخرج عقد الزواج من بند المعاملات وأخضعها حكماً لبند الإيه؟ لبند إيه؟ العبادات، لبند العبادات. عشان نعرف بس التطرق النهاردة ليه أنا بقول إنه غير المسلمين تطبق عليهم اللايحة بتاعتهم والمسلمين يطبق عليهم الشريعة الإسلامية والقوانين، وليه الأجانب يطبق عليهم القانون الإيه؟ الأجنبي. القرآن الكريم تضمن مصطلحات ومرادفات الأحوال الشخصية في ألفاظ معينة، وأنكحوا ولا وحديث لا تنكح المرأة لأربع، وإذا طلقتم النساء وابتلوا اليتامى، حتى في الولاية على المال أهو ربنا بيقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ما هو ده الولاية على المال أهو. يعني إذن مصطلحات الأحوال الشخصية وردت في القرآن وفي السنة النبوية. أول علامة مصري ألف ووضع موسوعة في الأحوال الشخصية هو العلامة المصري محمد قدري باشا في بداية القرن العشرين 1886، وضع موسوعة في الأحوال الشخصية تحت مسمى الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وضمنها 648 مادة استخلصها كلها من إيه؟ من الشريعة الإسلامية، وأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة. طيب، يبقى عرفنا الشريعة الإسلامية. طب القانون، هل القانون عرف للأحوال الشخصية؟ أيضاً القانون لم يعرف المقصود بالأحوال الشخصية. المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة عددت مسائل وقالت هذه المسائل هي التي تعتبر من الأحوال الشخصية، وجت في الفقرة الأخيرة وقالت وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية. يبقى إذن هذه المسائل كانت واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، بالعكس قد تكون النص المادة أسقط منازعات الحضانة رغم أنها متعلقة بالأحوال الشخصية إلا أنه لم ينص عليها. يبقى القانون المصري ما عرف ليش ما المقصود بالأحوال الشخصية. طيب التشريعات المقارنة، قوانين الأجنبية عرفت للأحوال الشخصية أو ما المقصود بالأحوال الشخصية في التشريعات المقارنة؟ ما أنا قلت لحضرتك ميزة الأحوال الشخصية إن هي بتحتكم برضك لقانون الإيه؟ الشخص، قواعد الإسناد المتعلقة بالنظام العام، إن أنا بطبق عليه لما يكون واحد لبناني واحد كويتي، فأنا بطبق عليه فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية القانون بتاعته. طبعاً ما لم يكن أحد الطرفين مصري، لو كان أحد الطرفين مصري فأنا كده قولاً واحداً بطبق أحكام القانون الإيه؟ المصري. طيب الأحوال الشخصية حتى الدول نفسها اختلفت في المقصود بالأحوال الشخصية، بعض الدول تتوسع في مفهوم الأحوال الشخصية، بعض الدول تقيد من نطاق المسائل التي تعتبر من الأحوال الشخصية. على سبيل المثال إيطاليا تعتبر حالة الشخص كونه ذكر ولا أنثى، كامل الأهلية ناقص الأهلية، الوصاية والقوامة، تمام، والمواريث والهبة، دي كلها تعتبرها من مسائل الأحوال الإيه؟ الشخصية. وعارفين يعني إيه معنى إنها تكون من مسائل الأحوال الشخصية، مش عاوزين نقول الكلام تاني، إن معنى إن الأحوال الشخصية إن أنا برجع فيها للقانون الإيه؟ الشخصي، قانون جنسية الشخص. طيب فرنسا لا تتوسع، فرنسا الحالة والأهلية من مسائل الأحوال الشخصية، الهبة والوقف والوصية والمواريث من الأحوال الإيه؟ العينية. طيب مصر، حتى مصر فترة من الفترات في أيام المحاكم المختلطة كانت تتوسع في مفهوم الأحوال الشخصية علشان إيه؟ تدي مزايا للأجانب
على حساب القوانين الوطنية وعلى حساب الايه التشريعات والمحاكم الداخلية، كانت تدي مساحة انه اي واحد طرف اجنبي يروح عند المحاكم المختلطة، وبالتالي ده كان بينال من التشريعات الوطنية. طيب دي كانت مقدمة علشان بس نوسع نطاق البحث، وحنقول ليه انا عاوز اعرف المقصود بالاحوال الشخصية. يعني مش بقول كلام بستهلك كلامه وخلاص، لا، كل كلمة انا بقولها لها مردود معايا، عاوز اوصل حضرتك معايا ليه. طيب يبقى القانون معرف ليش، الشريعة الإسلامية معرفت ليش مقصود الأحوال الشخصية. طيب برضك أنا لغاية دلوقتي ما عرفتش إيه هي الأحوال الشخصية. الأستاذة قالت، قولي تاني يا أستاذة معلش نسيت أنا. النزاع بس كده، يبقى النزاع خاص بالولاية على النفس وولاية على المال. كل الحاجات النزاعات اللي تنشأ على الولاية على النفس وولاية على المال تعتبر أحوال شخصية. طيب زي إيه ولاية الأحوال العينية أو ولاية على المال؟ الميراث يعتبر مسائل أحوال شخصية وتختص به محكمة الأسرة. ها؟ شفتوا بقى أهمية إن أنا لما عاوز أعرف إيه المقصود بالأحوال الشخصية كلنا أهو ارتبكنا وعارف. هل تاخد الوصية؟ طيب أحوال شخصية وتطبق عليها، يعني لما يبقى في وصية عندي، واحد كتب وصية وأودعها الشهر العقاري وعاوزين نفتحها، نرفع دعوة عند محكمة الأسرة ولا المحكمة المدنية؟ ها؟ الهبة. طيب ها؟ ها؟ برضك أحوال شخصية مدنية؟ لا، ما أنا كلمتين عندي، يا ريت ما تتوهنيش الكلمتين اللي عندي لو سمحت. عرفتوا أنا ليه عاوز أصل لحضراتكم إن أنا أعرف المقصود بالأحوال الشخصية علشان أحط إيدي على الخيط الصحيح، الفرق ما بين ما يعتبر أحوال شخصية عشان أصل من خلاله إلى الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي، وما يخرج عن هذا النطاق علشان أقول يخرج من اختصاص محاكم الأسرة. تمام؟ جت محكمتنا الجميلة، تفضلي، محكمة النقض، محكمتنا الجميلة التي أشرف بالانتماء إليها، عرفت لنا الأحوال الشخصية وقالت هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره. مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية والتي رتب القانون عليها أثراً قانونياً. مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية. طبيعية زي إيه؟ زي إيه الصفات الطبيعية للشخص؟ الصفات الطبيعية زي إيه؟ نوعه، هل هو ذكر ولا أنثى؟ طبيعية يعني حاجة من الإنسان ملوش دخل فيها. هل النهاردة حضرتك وحضرتك اخوات، يعني انت معاكي شقيق وانت معاك شقيقه، لما تيجي تقسموا التركه بتاخدوا زي بعض؟ الصفات الطبيعيه او الاجتماعيه، ككونه ذكرا او انثى، متزوج او مش متزوج، ابن شرعي او ابن مش شرعي، كامل الاهليه او ناقص الاهليه او معدوم الاهليه، كل دي تعريفات، كل تعريف او كل حاله منها لها ايه اثر معين. النهارده الزوجه غير الزوج، الزوجة لها، الزوج له عليها حقوق 1 2 3 4، الابن الشرعي له حقوق 1 2 3 4، كامل الأهلية له 1 2 3 4، ناقص الأهلية له 1 2 3 4. يبقى إذن الأحوال الشخصية هي الحالة اللي بيتمتع الصفات بيتمتع بها الشخص ويختلف بها عن إيه؟ عن غيره. طيب الأحوال الشخصية يبقى إذن هي حالة إيه؟ شخصية، صح؟ طيب السؤال يجرنا بقى، هل معنى كده ان الاحوال الشخصيه للناس هي احوال شخصيه بجد بصحيح، يعني حاجتهم حاجه تخصهم، فبالتالي براحتهم بقى عاوزين يحطوا قواعد يحطوها، ما عاوزينش يحطوا قواعد يشيلوها؟ هل الاحوال الشخصيه بهذا المعنى هي احوال شخصيه تهم الافراد والاسره فقط ولا مش احوال شخصيه؟ أحوال شخصية بجد ولا هي مش أحوال شخصية بالمعنى اللي احنا بنقصده؟ يعني بمعنى أحوال شخصية إنه الأفراد هم اللي منوط بيهم
يحطوا القواعد اللي بتحكم العلاقة بتاعتهم، ولا لا مش هي أحوال شخصية على مزاجنا اللي احنا فاهمينه؟ ها، أحوال شخصية ولا مش أحوال شخصية؟ لا تعتبر بالمعنى ده أحوال شخصية، ولكنها أحوال مجتمعية. أنا عندي أحكام الأسرة مش خاصة بالأسرة بقى، الولد والبنت ولا في علاقات زواج قد تكون لا تعتبر بوصف زواج أو علاقات أخرى أو وأقولها تحت مسمى أنها أحوال شخصية، لا، إنها أحوال مجتمعية تخضع لرباط المجتمع والقوانين الصادرة في الدولة باعتبار أن الأسرة هي نواة الإيه؟ المجتمع. طيب نبدأ ونقول بسم الله توكلنا على الله، نبدأ في المحاضرة بتاعتنا. ده كله احنا كنا ايه بنعرف الاحوال الشخصيه و في التشريعات بتاعتها. طيب احنا قلنا ايه بقى؟ انه الاحوال الشخصيه باستثناء كل افرع القانون الوحيده اللي بتمتاز ان انا برجع فيها القانون الايه الشخص، زي ما قلت لحضرتك اتنين لبنانيين بعد ما عامت عند ثورة فجوا عندنا فحصل عندهم مشكلة فلجوا عندنا، أنا هطبع عليهم القانون المصري ولا القانون اللبناني؟ ها؟ لا هما الاثنين لبناني ولبنانية، أنا هطبع على القانون المصري ليه؟ أمال إحنا بنقول إيه قواعد الإسناد يا جماعة؟ هطبع عليهم القانون الإيه؟ اللبناني، تمام؟ طيب قلنا الأحوال الشخصية وأنها تعتبر ألحقت منازعات الأسرة حكما بالعبادات، وقلنا الأحوال الشخصية هي الحالة والصفات اللي بيتمتع بها الشخص، صفات طبيعية واجتماعية، وقلنا مسائل الولاية على الولاية على النفس، أما المسائل المالية تعتبر ولاية على الإيه؟ على المال. طيب نلخص بقى ونقول ما المقصود بالأحوال الشخصية؟ هي واحد المسائل المتعلقة بحالة الشخص، حالة الشخص والأهلية والقوامة والوصاية والغيبة واعتبار المفقود ميتا، كل دي تعتبر مسائل الولاية على إيه؟ مسائل أحوال شخصية. اثنين المسائل المتعلقة بنظام الأسرة، الخطبة والزواج، طلاق، النسب، الوقف، الوصية، المواريث، الوصايا، دي كلها تعتبر من مسائل الأحوال الإيه؟ الشخصية، مسائل الأحوال الشخصية، تمام؟ ده بحكم الأصل. يبقى المسائل المتعلقة بحالة الشخص، ذكر أو أنثى، متزوج مش متزوج، كامل الأهلية ناقص الأهلية، تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية. وكذلك قلنا الوقف، المواريث، والوصية والهبة تعتبر من مسائل الأحوال الإيه؟ الشخصية. قلنا أثر ومؤدى إنها من مسائل الأحوال الشخصية إن أنا بطبع عليها القانون الإيه؟ الديانة، قانون الإيه؟ الديانة أو قانون الجنسية لو كانوا إيه؟ أجانب، ده المفروض الأصل. إلا أن المشرع المصري أخرج بعض هذه المسائل اللي إحنا لسه قلناها من شوية كده، رغم أنها تعتبر متعلقة بالأحوال الشخصية، إلا أن المشرع أخرجها بإيه؟ طيب أنه أورد في شأنها قانونا عاما وليس قانون الإيه؟ الديانة. إحنا قلنا أثر أنها من الأحوال الشخصية المفروض أن أنا بطبع عليها قانون الإيه؟ الديانة، لو كان مسلمين بطبع عليهم الشريعة، لو كان غير مسلمين بطبع عليهم أحكام اللائحة الخاصة بتاعتهم. ده معنى الأحوال الشخصية. نقول تاني إلا أن المشرع المصري ارتأى، رغم أن هناك بعض المسائل متعلقة بهذا المعنى بالأحوال الشخصية، إلا أنه أورد في شأنها قانونا عاما يسري على كل الإيه؟ المصريين بغض النظر عن إيه؟ عن الديانة. زي إيه حضراتكم؟ الولاية على النفس اللي بينظمها المرسوم بقانون كام؟ 118 لسنة 52. هل النهاردة الولاية على النفس قاصر عاوزين نصرف فلوس من لحساب القاصر؟ هل النهاردة القاضي بيفرق ما بين يشوف الولد ده هل هو يخضع للشريعة الإسلامية ولا لا يخضع للشريعة الإسلامية؟ لا، لأنه قانون الولاية على النفس قانون
عام بيطبق على ايه؟ المصريين بغض النظر عن الديانة بتاعتهم. طيب المرسوم بقانون الولاية على المال 119 لسنة 52، تمام؟ طيب الأهلية، أهلية الشخص اللي هو كامل الأهلية ناقص الأهلية، إمتى يحق له إن هو يباشر تجارة أموال وإدارة المال؟ أيضا ينظم أحكامها القانون الإيه؟ المدني. طيب الهبة ينظمها برضك القانون الإيه؟ المدني. الوقف ينظمها القانون 48 لسنة 46. الوصايا، واحد عاوز يوصي بوصية بينظمها القانون 71 لسنة 46. المواريث بينظمها القانون 77 لسنة 43، المعدل بالقانون 219 لسنة 2017. هذه المسائل، مواريث والهبة والأهلية والولاية على المال، تمام، رغم أنها متعلقة بالأحوال الشخصية، ها، لكن يطبق عليها القوانين اللي أنا قلتها لحضراتكم، ما يطبقش عليها قانون الديانة، إنه لو مسلمين بطبق عليهم القانون والشريعة الإسلامية، لو غير مسلمين بطبق عليهم القانون الشريعة الخاصة بتاعتهم، تمام؟ دي مقدمة برضك عشان نبقى عارفين إيه اللي يعتبر من الأحوال الشخصية وما يعتبرش من مسائل الأحوال الشخصية. طيب إحنا عرفنا مصطلح الأحوال الشخصية وما يعتبر منه، ليه أنت دوشتنا ليه لك ربع ساعة عمالك تقول أحوال شخصية وجبناها من لبنان ورحنا الروما ورحنا إيطاليا وفرنسا، ليه المقدمة اللي إحنا بدينا بيها؟ أنا لما أعرف مقصود بالأحوال الشخصية، قطعاً هذا التعريف بيبقى له دور في تحديد الاختصاص التشريعي والاختصاص الإيه؟ القضائي. أنا حضرتك هترفعي أي قضية أحوال شخصية، أول حاجة بتعمليها إيه؟ أو أول حاجة حضرتك بتعملها إيه؟ إيه؟ لا، أول حاجة حد واحدة جات وعايزة ترفع دعوى خلع، واحدة جات لحضرتك عايزة ترفع دعوى خلع، بتعمل إيه؟ إيه؟ لا أنا عاوز واحد بس عشان نسمع. مكتب التسوية. ماشي، لا أنا عاوز أستبق مش الإجراءات، لا يعني أنت منتقل تعمل إيه؟ ايوه، انا اقرا القانون الاول. القانون ده هو الكود بالنسبه لي، المفتاح اللي هيفتح لي الطريق بتاعي. وطبعا حضراتكم عارفين، واكيد زملائنا اللي بيدولكم فيما يتعلق بتحضير الدعوه وكيفيه كتابه الصحيفه يعني فنيا وقانونيا، اكيد بتبقى عندك اليه معينه لما تيجي تفتح قبل ما تكتب الصحيفه لازم بقرا الواقع اللي عندي والقانون اللي بيحكمها، لانه هي الدعوه ايه؟ ما تطلب بناء الصحيفة أو كتابة الصحيفة حاجتين، علم بوقائع معينة وعلم بقانون معين. بس عندي معلومات معينة، الست قالت الموضوع كيت 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 كيت، خلاص تحقق الشق الأول، يتبقى الجزء الثاني إن أنا أقرأ القانون اللي بيحكم الوقائع اللي قالت عليها 1 2 3 4، ثم يأتي الدمج، عملية أدمج الوقائع اللي عندي، المعلومات اللي عندي بالنص القانوني اللي بيحكم الوقائع دي، وأطلع منها إيه؟ الأركان، إذا كانت ركن مادي، ركن معنوي، جنائي، مدني، أحوال شخصية، هو ده القانون. فأنا لما بتجيني أول حاجة دعوة أحوال شخصية، أول حاجة بفكر فيها بقرأ القانون، هو ده اللي هيفتح لي الموضوع بتاعي. هل الموضوع النهاردة الموضوع ده متعلق بأحوال شخصية؟ يبقى خلاص أنا عرفت أحوال شخصية. هدور بعد كده على إيه؟ الاختصاص القضائي، أي ما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع، ثم الاختصاص التشريعي، ما هو القانون اللي هيحكم النزاع. بس ده اللي خلانا في الأول إحنا كنا حريصين إن إحنا نعرف ما المقصود بالأحوال الشخصية. عرفت الأحوال الشخصية من خلال، وأنا هقدر أعرف النزاع بتاعي يدخل في أي اختصاص محكمة، وما هو القانون واجب الإيه؟ التطبيق. طيب خلاص عرفنا الأحوال الشخصية، وقلنا المسائل اللي هي رغم إن هي متعلقة بالأحوال الشخصية، اللي هي مؤداها لأن المفروض أنا بطبق عليها قانون الديانة للطرفين، إلا إنه المشرع أورد في شأنها قواعد عامة وقوانين عامة. قلنا زي الأهلية دي ملهاش علاقة بين مسلم وغير مسلم، قوانين الأهلية، تمام، المادة كام في القانون المدني،
الهبه نفس الكلام، الماده من 489 او 98 لغايه 500 موجوده في المدني، الهبه واحكام الهبه بتطبق على المصريين عموما بغض النظر عن الديانه، الوصيه، الوقف، تمام، الولايه على المال قانون 119-52 بيطبق على المصريين ايه عموما، تمام. خلاص عرفنا ما عدا ذلك يعتبر من مسائل الاحوال الشخصيه اللي مؤداها ايه فيما يتعلق بالاختصاص القضائي. يهمني اعرف ما هي المحكمه المختصه بنظر النزاع. عرفت النزاع بتاعي احوال شخصيه، الخطوه اللي بعد كده ما هي المحكمه اللي انا هتقدم اليها بالصحيفه، تمام. برضك نرجع تاني، معلش في عجاله، للماضي زي ما قلت لكم، معرفه الماضي جزء عشان انا افهم الايه الحاضر. الاختصاص القضائي كان قبل 461 قانون 461-55 كان عندي تعدد في المحاكم المختصه بالاحوال الشخصيه، كان عندي محاكم مختلطه اللي فيها عنصر اجنبي، وعندي محاكم شرعيه خاصه بمنازعات المسلمين، وعندي مجالس مليه خاصه بمنازعات غير الايه المسلمين، تمام. صدر قانون 461-55 الغى المحاكم المختلطه وجعل الاختصاص للمحاكم الايه الوطنيه، طبعا كانت تحتوي على عنصر ايه اجنبي. ثم صدر قانون 462-55 والغى الايه التفرقه ما بين المحاكم الشرعيه والمجالس المليه وجعل الاختصاص للمحاكم المدنيه، المحاكم المدنيه، وكان في دايره تسمى دايره الاحوال الايه الشخصيه، تمام. ده فيما يتعلق بالاختصاص الايه القضائي، اي ما هي المحكمه المختصه بنظر النزاع. طيب على الجانب الاخر، طب نكمل في الجانب القضائي. ثم صدر القانون 1 لسنة 2000 وجعل اختصاص برضك للايه المحاكم احوال شخصية، دوائر في المحاكم المدنية، دوائر في المحاكم المدنية تختص بنظر منازعات الاحوال الشخصية. ثم صدر قانون 10 لسنة 2004 الخاص بانشاء محاكم الاسرة، اصبح عندي محكمة مختصة بنظر منازعات الأحوال الشخصية تسمى محكمة الإيه؟ الأسرة. ده الاختصاص القضائي. يبقى عرفنا ما قبل سنة 55 ومرورا حتى وصولا لقانون 10 سنة 2004 الخاص بقانون الإيه؟ محاكم الأسرة. ده الاختصاص الإيه؟ القضائي. طيب الاختصاص التشريعي، ما هو القانون اللي واجب التطبيق؟ زي ما قلت لحضرتك عندك دعوة قبل ما اكتب الصحيفة لازم أقرأ القانون اللي بينظم هذا النزاع، سواء من الناحية الإجرائية رفع الدعوة والقيد والمواعيد والسقوط وي وي وي، ومن الناحية الموضوعية اللي هي تحكم لي أصل النزاع. الاختصاص التشريعي، الاختصاص التشريعي أيضا قبل كده كانت عندي لائحة المحاكم الأهلية، وكان عندي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 78-31، وعندي الكتاب الرابع من قانون المرافعات كان هو اللي بينظم الايه الاجراءات الخاصه بنظر النزاع والمسائل التي تحكم الدعوه امام محاكم دوائر الاحوال الشخصيه او المحاكم الشرعيه والمجالس المليه. ثم صدر قانون 1 لسنه 2000 ولغى لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه ولائحه مجالس المليه وجعل الاختصاص قانون الاجرائي الذي ينظم الاحوال الشخصيه هو قانون ايه 1 لسنه 2000، قانون اجراءات الايه التقاضي في مسائل الاحوال الشخصيه. طيب يبقى نرجع تاني ونقول عرفت الاحوال الشخصيه، الاختصاص القضائي ان انا اعرف المحكمه المختصه بنظر النزاع، الاختصاص التشريعي اعرف القانون واجب التطبيق على الدعوه اللي عندي، واجب التطبيق فيما يتعلق بالاجراءات او موضوع النزاع. طيب الاختصاص القضائي ده يعني هو مهم قوي، مهم طبعا لانه متعلق بالنظام العام، ما ينفعش ان انا اروح ارفع دعوه بتاعتي امام محكمه غير ايه مختص. يبقى الاختصاص القضائي هو متعلق بالنظام العام، منازعات الاحوال الشخصيه محاكم الاسره طبقا لنص الماده 3 من قانون 10 لسنه 2004 قالت انه محاكم الاسره تختص اختصاص حصري بمسائل الاحوال الشخصيه. طيب حد ليه اي استفسار في اللي فات؟
تمام. ماشي. تمام. 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 لا أنا إيه السؤال؟ ان شاء الله تعالى لو اتسع المجال المفروض في نطاق المحاضره في جزء نتكلم عن احوال شخصيه لغير المسلمين، لكن لربما الوقت يداهمنا ما نلحقش نقول. عندي القانون واضح وصريح، تطبق قواعد الورده في هذا القانون، اما بالنسبه لغير المسلمين تطبق عليهم احكام الشريعه الطائفيه بتاعتهم بشروط وضوابط معينه. الاتحاد في الطائفه والمله ان يكون لهم جهات قضائيه مليه منظمه الا تخالف احكام الشريعه بتاعتهم، قواعد الايه؟ النظام العام. الشرط الرابع والاهم أن يكون النزاع متعلق بإيه؟ بإحدى مسائل الأحوال الشخصية بس. هذه هي الخصوصية اللي المشرع اختص بها، عمل اختصاص تشريعي استثنائي للطوائف غير المسلمين. النزاع يكون خاص بمسألة من مسائل الإيه؟ الأحوال الشخصية. أما ما عدا الأحوال الشخصية فالمصريين كلهم يخضعون لقواعد إيه؟ عامة. طيب نركز بقى، معلش اللي فات ده كان مقدمة، نركز بقى خلاص. عاوز اعرف ما هي القوانين التي تحكم منازعات الاحوال الشخصيه؟ حد يقول لي ما هي القوانين الحاليه بقى، مالناش دعوه باللائحه واللي راح، القوانين التي تحكم مسائل الاحوال الشخصيه؟ مش بتقولوا تشتغلوا اسره؟ ايه القانون اللي بيحكم مسائل الاحوال الشخصيه؟ ها يا دي يا طب احنا مش بنقول اول ما بتجيني صحيفه ولا دعوه قبل ما اكتب الصحيفه برجع للقانون؟ امال بترجع منين طيب؟ ولا بتاخد نماذج من زميلك؟ القانون الشرع قالها وقالها كلها. ايه القانون يا بهوات؟ ايه القوانين؟ طيب كويس كويس، ده عشان خاطر بنقول نكمل بعضينا، احنا بنقول احنا بنذكر بعضينا مع بعض لعل وعسى نفيد ونستفيد. بنقول القوانين اللي بتحكم الاحوال الشخصيه هقسمها نوعين، قوانين اجرائيه وقوانين موضوعية. خلاص؟ القوانين الإجرائية دي اللي بتحكم إجراءات رفع الدعوة ومواعيد رفع الدعوة وقيد الصحيفة والإعلان والتقاضي وكل المسائل الإجرائية. خلاص؟ إيه هي القوانين الإجرائية بقى التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية؟ كم قانون؟ سبع قوانين. سبع قوانين. واحد، قانون واحد لسنة 2000، قانون إجراءات التقاضي مسائل الأحوال الشخصية، قانون رقم واحد لسنة 2000. وميزة هذا القانون قلنا إن هو لغى التفرقة اللي كانت موجودة، لائحة المحاكم الأهلية ولائحة المحاكم المختلطة، لغى الكلام ده كله وخلاها إجراءات واحدة خاصة بالدعاوى الأحوال الشخصية للمصريين عموما بغض النظر عن الإيه؟ عن الديانة. خلاص؟ قانون واحد لسنة 2000. القانون الثاني قانون 10 لسنة 2004 اللي هو قانون محاكم الأسرة، ده قانون إجرائي تمام؟ ليه بيتكلم على تشكيل المحكمة والخبيرين ومكتب التسوية وطرق الطعن. خلاص؟ ثلاثة، قانون الإيه؟ 13 لسنة 68. إيه قانون 13 68 ده؟ قانون إيه؟ قانون المرافعات 13 لسنة 68. ثم قانون 25 لسنة 68 اللي هو قانون الإثبات. ثم قانون المدني 131 لسنة 48. تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ طيب نقول تاني، يعني أنا بالنسبة لي لما يكون نزاع متعلق بالأحوال الشخصية محكمة الأسرة، إيه القانون اللي برجع له ينظم الإجراءات رفع الدعوة؟ قانون واحد لسنة 2000 وقانون 10 لسنة 2004. طيب عندي حالة والقانونين دول مش بينظموها، القوانين مش مفيش نص بينظمها، أرجع لمين؟ ارجع للقاعده العامه الوارده في قانون الايه؟ المرافعات، ثم القواعد الوارده في قانون الايه؟ الاثبات، ثم
القواعد الواردة في القانون المدني فيما يتعلق بتصفية التركات فقط لا غير، المادة 875. يبقى القانون المدني المدني أنا ما بروحلوش إلا في خصوص المادة 875 المتعلقة بتصفية التركات فقط لا غير. خلاص؟ ده بسرعة. لكن عشان أريح حضراتكم، القاعدة العامة اللي أنت بتشتغل بيها هو القانون 1 لسنة 2000 وقانون 10 لسنة 2004. خلاص؟ وقانون المرافعات، ما أنا النهاردة لما أجي أتكلم على قيد الصحيفة، قيد الصحيفة أنا أعرفها فين؟ ما قاليش قانون 1 لسنة 2000 ولا قانون الأسرة إن الصحيفة تروح فين أو أقيدها فين؟ ولا الصحيفة تعتبر مرفوعة من إمتى؟ قال ولا ما قالش؟ ما قالش. ها؟ قانون الأسرة وقانون 1 لسنة 2000 قال لي لو المدعي ما حضرش المحكمة تعمل إيه؟ ما قالش. أمال مين اللي قال يا فندم؟ قانون المرافعات. عشان كده أنا بقول، والقانون اللي بيقول مش أنا، إنه تطبق القواعد الواردة في هذا القانون اللي هو قانون 1 لسنة 2000 وقانون 10 لسنة 2004، فإذا لم يوجد نص أطبق الإيه؟ قانون المرافعات والإثبات. قانون المرافعات المادة 63 هي اللي قالت للصحيفة تودع وبقلم الكتاب ومش عارف إيه، والصحيفة تعتبر مودع من تاريخ الإيه؟ كذا. هو اللي قال للإعلان يبدأ إمتى؟ هو اللي قال للمادة 82 لو المدعي ما حضرش بتتشطب، لو ما حضرش المرة الثانية تاخد اعتبار كأن لم يكن. هو اللي قال للوقف التعليقي، هو اللي قال للوقف الجزائي، هو اللي قال للحجية. خلاص؟ واضح يا بهوات؟ يبقى القانون الأساسي الشريعة العامة زي ما بنقول، يعني كل تخصص في القانون له شريعة عامة فيما يتعلق بالإجراءات. الجنائي قانون الإجراءات الجنائية، المدني قانون المرافعات، هو الشريعة العامة اللي بتحكم الإيه؟ كذلك قانون 1 لسنة 2000 وقانون 10 لسنة 2004 هو الشريعة العامة فيما يتعلق بالقواعد الإيه؟ الإجرائية. بكرر تاني، القواعد الإجرائية اللي بتحكم لي كيفية رفع الدعوة، مواعيد الإعلان وطرق الطعن والحضور في الجلسات وانعقاد المحكمة صحيح. خلاص؟ ماشي كده تمام؟ حلو الكلام؟ دي القوانين الإيه؟ الإجرائية. أقولها تاني، قانون 1 لسنة 2000، 10 لسنة 2004 تمام، وقانون 91 طبعا لسنة 2000 اللي هو عمل دعوة الحبس. ولو ما فيش نص في القانونين دول بينظم المسألة، برجع للقواعد بتاعة قانون المرافعات، ثم القواعد الواردة في قانون الإيه؟ الإثبات، ثم النزاع لو كان متعلق بتصفية التركات برجع للمادة 875 من القانون المدني، هو اللي بينظم لي إيه؟ الإجراءات تصفية التركات. تمام كده الكلام؟ حلو. حد لي أي استفسار في الحتة دي؟ خلاص الإجرائي، عرفنا القوانين الإجرائية. لما تيجي الصحيفة أنا برفع افتح القانون عشان أعرف المواعيد والطرق والإعلان والإجراءات. قانون 1 لسنة إيه؟ 2000، وحنتكلم فيه دلوقتي. طيب إيه القوانين الموضوعية اللي بتحكم موضوع النزاع بقى؟ أصل الحق، إيه هي القوانين الموضوعية في مسائل أحوال الشخصية؟ حدش كسب قضايا خالص؟ مش معقول يعني، كلكم بتاخدوا رفض على طول؟ طب حتى ياخدوا رفض يقولوا لا مثلا مش بتعمل استئناف؟ طيب وتشوف المحكمة قالت المادة كذا ولا المحكمة ما بتقولش نص المادة؟ ها؟ طيب ماشي حلو، برضه عشان نذكر بعضينا، قوانين الموضوعية خلي بال حضراتكم، نقول 10 قوانين، 10 قوانين. أنا جايب لكم بال11 بالقانون اللي لسه صدر تقريبا من 3-4 ايام، اللي هو عمل رفع دعوى الحبس بالنسبه للزوج اللي بيمتنع عن ايه؟ عن دعوى النفقة. طيب ايه هي القوانين الموضوعيه؟ 1 قانون 25 لسنه 1920، ده 13 ماده، قانون 25 لسنه 1920. 2 قانون 25 لسنه 1929. 3 قانون 100 لسنه 85. 4 قانون رقم 12 سنة 96 الخاص بقانون الطفل في بعض المواد متعلقة عندي بالأحوال الشخصية. 5 قانون 4 لسنة 2005، ده مادتين رفع سن الحضانة، بدل ما كانت 7 و9 وكانت 9 و11 و11 و13 خلاها كام؟ 15 سنة. ثم قانون 2 لسنة 2006 اللي بيتكلم على المفقود لما يكون في سفينة والسفينة ايه؟ تغرق. خلاص، خلى اعتبار المفقود ميت بعد مضي كام؟ 15 يوم. تمام.
ثم قانون 126 لسنة 2008. قانون 126 لسنة 2008 عمل ايه؟ قانون 126/2008 اضاف للمادة 54 المهمة جدا اللي بتتكلم على الولاية التعليمية. حضرتك لما يجي لك نزاع قضائي ما بين المدرسة، الأب عاوز يودي الولاد فين والست الحاضنة عاوزة فين، تبقى حضرتك عارف ادور على القانون اللي بيحكم النزاع فين، هتلاقيه المادة 54 قانون 126 لسنة 2008. ايه تاني بعد كده؟ قانون 140 لسنة 2017. قانون 140 لسنة 2017 ده كام مادة؟ 3 مواد. بعد كده القانون 219 لسنة 2017، دول كام قانون؟ 9. آخر حاجة بقى، أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة. خلاص؟ الراجح من مذهب الإمام أبو حنيفة. بمعنى إيه يعني؟ إنه كل النزاع اللي عندي دورت أنا في 9 قوانين ما لقيتش نص بيحكم الموضوع، أرجع لمين؟ أرجع للراجح من المذهب الإمام أبو حنيفة. أقول تاني؟ نقول تاني. بنقول أحوال الشخصية بينظمها زيها زي أي فرع، قانون إجرائي وقانون موضوعي. قانون الإجرائي واحد لسنة 2010 لسنة 2004 ثم المرافعات والإثبات. قانون الموضوعي اللي بيحكم موضوع الدعوة، عندي دعوة نافقة، عندي خلع، عندي اعتراض، عندي نشوز، عندي مسكن حضانة، إيه القانون اللي بيحكمها؟ القوانين اللي احنا قلناها، 25 لسنة 20، 25 لسنة 29، 100 لسنة 85، 12 لسنة 96، 4 لسنة 2005، 2 لسنة 2006، والقانون 140 لسنة 2017، 126 لسنة 2008، و 219 لسنة 2017. ارجعوا لهم بقى على أكيد هتلاقوا القوانين وتعملها في فايل كده وتدبسها حضرتك ويبقى كود قانون عندك ترجع فيه لأحوال الشخصية. مفيش عندي نص من ده، أرجع لإيه؟ أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة. خلاص؟ عرفنا الاختصاص الإجرائي والاختصاص والقوانين الموضوعية، القوانين الإجرائية والقوانين الموضوعية. حد محتاج أي سؤال استفسار فيما يتعلق بالقوانين واجبة التطبيق الإجرائية والموضوعية على وسائل الأحوال الشخصية؟ حد محتاج أي سؤال؟ طيب نقول خلي بالكم القوانين الإجرائية احنا قلنا ايه؟ قانون 1 لسنة 2000 وقانون 10 لسنة 2004. طيب القانون الإجرائي ده معناها ايه؟ انه قانون عام. يعني ايه قانون عام؟ يعني يسري على المصريين جميعا. قانون ايه؟ عام، 1 لسنة 2000 ده قانون ايه؟ إجرائي، ملهوش علاقة بموضوع النزاع، فمش هخش أنا في مسألة إيه؟ الديانة ومش الديانة، لا، أنا بتكلم على إجراءات رفع الدعوة والمحكمة المختصة وتشكيل المحكمة والخبيرين والأخصائي ورأي النيابة وطرق الطعن، دي حاجات ملهاش علاقة بموضوع الإيه؟ النزاع. فخلي بال حضراتكم، بنقول قانون الإجرائي 1 لسنة 2000 هو قانون إيه؟ عام، يسري على كل المصريين في منازعات الأحوال الشخصية بغض النظر عن الإيه؟ عن الديانة. خلاص؟ كمان يسري أيضاً على الأجانب، لأن احنا بنقول قانون إيه؟ إجرائي، ده بيتكلم على رفع الدعوة والمحكمة المختصة، ملهوش علاقة بموضوع الإيه؟ النزاع اللي أنا هلجأ فيها لقانون جنسية الإيه؟ الطرفين، ده هو قانون إيه؟ إجرائي. طيب يعني مثلاً عندي المادة 18 من قانون 1 لسنة 2000، يجب على المحكمة أن تعرض الصلح بين الطرفين، ولو كان الموضوع متعلق بطلاق يجب على المحكمة وكان فيه ولد إنها تعرض الصلح كم مرة؟ مرتين. يعني الإجراء ده واجب حتى في المنازعات الخاصة بغير المسلمين، دعوة بطلان ما بين أقباط ولا كاثوليك، المحكمة قبل ما تحكم بالبطلان أو قبل ما تحكم بالتفريق يجب ان هي تحكم تعرض الصلح مرتين. ليه؟ جبت الكلام ده منين؟ ها؟ لانه قانون 1 لسنة 2000 قانون عام يسري على ايه؟ على المصريين عموما. طب هسألكم سؤال بقى واللي هيجاوب يعني يقبله جزاه الله كل خير. طب المادة 20 من قانون 1 لسنة 2000 بتقول ايه؟ المادة 20 للزوجين ان يتراضيا على الخلع. الله،
يعني الزوجين ممكن بالتراضي كده بينهم وبين نفسهم بدل دوشه المحاكم وقله الادب لو مؤاخذه عذرا ممكن يتفقوا مع بعض، دخلنا بالمعروف ونخرج ايه معروف، صح كده؟ ده الاصل المفروض في الخلع انه يكون بالتراضي. النص بيقول اهو للزوجين اللام اختياريه، للزوجين ان يتراضيا، الف الاثنين على الخلع بينه، ولو حصل خلاف يروحوا المحكمه والمحكمه تعمل الاجراءات اللي حضراتكم عارفينها. طب احنا قلنا الماده دي ماده كام؟ رقم كام؟ 20. وجايه فين؟ قانون واحد لسنه 2000 اللي احنا قلنا عليه قانون ايه؟ اجرائي. الله، يعني غير المسلمين من حقهم يعملوا خلع؟ ها؟ ايوه. لا ليه؟ مش لسه انت بتقول لي ان ده قانون عام يسري على الكل؟ خلاص؟ عشان بس نبقى خليني بالنا، عشان كده دايما ناشدنا المشرع كثيرا ان هذه الماده تعتبر ماده موضوعيه وليس مكانها قانون واحد لسنه 2000، ولكنها مجالها في قوانين الموضوعيه اللي احنا قلناها قانون 25 وقانون 100 لسنه 50 وايه؟ و8. تمام؟ طيب اتفضل. بس انا مش عاوز اتكلم على الخلع كموضوع، عشان بس احنا بندي يا جماعه يعني ايه قواعد عامه، مش بتكلم في خصوص موضوع معين. اتفضل. ماشي ماشي، وارد عليها، هو في روايه وطلقها عليه تمام، وفي روايه ان الرسول طلقها عليه ولما بلغه قال قد قبلت قضاء رسول الله، في اللي في روايتين يعني. هل يمر السوق لا ما بيمروش، هو الاصل هم تراضوا ما تراضوش، خلاص انا بالنسبه لي بتحقق من الاجراءات 1 2 3 4، وحضرتكم عارفين ان الخلع له هي مسائل اجرائيه 4 شروط تحققت بمحكمه تحكم بالخلع، تخلف احد الشروط بدون حتى ما اسال الزوج عن سبب الايه الخلاف، لانه الصحابه قالت يا رسول الله اني لا اعيب عليه لا في خلق ولا في دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني حاجة كده كده. بس هي الست كانت صحابية، خلي بال حضرتك هذه الصحابية هي صحابية جليلة، فما ينفعش إن احنا برضك إيه نقول كده. هي كانت تخشى ألا تطلع بأعباء زوجها كما ينبغي، بس مش قولت إني أكره الكفر في الإسلام إن هي ممكن تخد، حاشا، صحابية من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تتهم إن هي كان ممكن إيه يعني، لا هو يعني فهمتني؟ طيب ممكن يعني برضك انا ما عرفتش السؤال. لا 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 ما يأمرش ليه؟ اصل هو لا 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 لا، هي المحكمه ليها دور ان هي تتكلم على الصلح، القانون بس الزمني انا كقاضي على المحكمه واوجب عليها لو كان في ولد تعرض الصلح، وصلح يكون ايجابي، يكون للمحكمه دور ايجابي وليس دور اجرائي لجلسه كذا لعرض الصلح، لا يعني حاول قدر الامكان ان يبقى له دور ايجابي، هذا هو ما فرضه القانون على القاضي بعد مرحله التسويت المنازعات الاسريه، لكن عشان يقول له طلقها، طب هو ما انا بشتغل ايه؟ ما طلقهاش، ما هم جون عشان انا احل محل اراده الايه؟ الزوج، تمام؟ والقانون بيخول القاضي ان هو يحل، حتى لذلك بنقول انه الاحوال الشخصيه من اصعب المسائل، المسائل المال وقد يكون مقدور عليها، لكن ان تحل اراده القاضي محل اراده الزوج في قطع العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها ايه؟ العروة الوثقة. العروة الوثقة. فحاجة صعبة جدا طبعا، عشان ايه؟ انه إرادة الزوج تحل محل إرادة ايه؟ المحكمة تحل محل إرادة الزوج في إيقاع الطلاق. تمام؟ عرفنا القوانين الإجرائية تاني. قلنا قانون 1 لسنة 2000 وقانون 10 لسنة 2004. عاوزين نسرع شوية؟ طيب. القانون. قلنا القواعد العامة في المرافعات في المدني. والإجراءات الجنائية. المرافعات بيحكم منازعات المدنية. وقلنا هو يعتبر المصدر الاحتياطي لو أنا ما عنديش قانون واحد لسنة إيه؟ 2000 ولا 10 لسنة 2004. قوانين الإجرائية الأحوال الشخصية، رغم إنه قانون المرافعات هو الشريعة العامة للمرافعات في المسائل المدنية سواء مدني أو أسرة أحوال شخصية، إلا أن القوانين الإجرائية في الأحوال الشخصية أوردت بعض الاستثناءات اللي هي مش هتلاقيها موجودة في القانون المرافعات. يبقى قوانين الأحوال الشخصية
تضمنت القانون الإجرائي، أنا بتكلم على القانون الإجرائي، تضمنت بعض الأحكام التي قد تخالف القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. زي إيه؟ واحد، الإعفاء من التوقيع على الصحيفة. الإعفاء من التوقيع على الصحيفة في المدني، الصحيفة لو مش موقعة بالنسبة لي أنا كقاضي أنا بديها بطلان. الطعن لو مش موقع من حضرتك توقيع يدوي كده مش مكتوب على كمبيوتر، لا بديها بطلان. تمام؟ إلا أن المشرع في بعض مسائل الأحوال الشخصية نظراً لأهميتها وأنها يعني متعلقة بأهمية وقدر كبير من الأهمية بالنسبة لبعض المتقاضين، أعفى المشرع من التوقيع عليه زي دعاوى الإيه؟ النفقات والأجور وما في حكمه. تمام؟ حاجة تانية، الإعفاء من الرسوم القضائية، دعاوى النفقات والأجور والمصاريف وما في حكمها معفية من المصاريف القضائية. لما حضرتك ترفع دعوى نفقة تمام أو تستأنف حتى حكم نفقة فمش حضرتك ملتزم إن أنت تدفع مصاريف إيه؟ رسوم قضائية ولا كل ما يتعلق بالرسوم عند رفع الدعوى، عند الاستئناف، عند استخراج الشهادة، عند استخراج صورة، كل ما يتعلق بدعاوى النفقات والأجور وما في حكمها معفية من معفية من الرسوم القضائية. تمام؟ طيب المتعة هل معفية؟ طبعا احنا عارفين ليه المشرع اعفى دعاوى النفقات من الرسوم، انه حاجة المتقاضين فيها سواء زوجة او الاولاد بتكون امس، فلذلك المشرع رأى انه يعفيهم من ايه؟ من التوقيع على الصحيفة او من دفع رسوم. تمام؟ وكذلك بالنسبة للزوج، ما الزوج لما يستأنف الحكم الصادر ضده بالنفقة ايضا معفي من الايه؟ من الرسوم. طيب المتعة هل تعتبر من النفقات وبالتالي تكون معفية من الرسوم القضائية؟ المتعة لا تعتبر من النفقات ولا يسري عليها أحكام النفقات، لأن هناك فارق ما بين النفقات وبين المتعة. ليه؟ احنا قلنا النفقة معفية من الرسوم، معفية من التوقيع، بخلاف المتعة يجب التوقيع. أحكام النفقة واجبة النفاذ بقوة القانون، أما المتعة لا. أحكام النفقة من حضرتك ممكن تاخد عليها دعوى حبس، لو الزوج امتنع عن دفع النفقة ممكن أخذ عليه دعوى حبس، لكن المتعة لا. ممكن حضرتك تحصلي حكم النفقة من بنك ناصر الاجتماعي لكن المتعة لا. تمام؟ طيب الحاجة الثانية وجوب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الإيه؟ الأسرية. قبل ما بنرفع الدعوة المفروض تبقى للمادة 6، لازم حضرتك أو حضرتك قبل ما ترفع الدعوة أن تتقدمي لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بطلب لعرض الإيه؟ تسوية النزاع. هذا الإجراء خاص بدعاوى معينة، أو الأصل أنه يشمل كل الدعاوى ولكن يستثنى منها 4 حاجات: الدعاوى المستعجلة، دعاوى وقف التنفيذ، الأوامر الوقتية، والدعاوى التي لا يجوز فيها الإيه؟ الصلح. شيء طبيعي هو أنا بروح مكتب التسوية ليه؟ عشان أحاول أحل النزاع ودي. فإذا كان الموضوع في حد ذاته ما فيهوش صلح، زي إيه؟ بطلان زواج مثلا، بطلان زواج محارم مثلا، طب وده هيتصالحوا إزاي؟ تمام؟ طيب تشكيل هيئة المحكمة وحضور الخبيرين. تشكيل المحكمة في محاكم الأسرة يختلف عن تشكيل المحاكم في الدعاوى الإيه؟ المدنية. محاكم الأسرة 3 قضاة وينضم إليهم إيه؟ خبير اجتماعي وخبير إيه؟ نفس. وعلى كل منهما الخبيرين أن يقدم تقرير في المسائل الواردة في المادة إيه؟ 11 من قانون 10 من سنة 2004. طيب أسأل سؤال، ما الحل لو أحد الخبيرين ما حضرش الجلسة؟ هو النص بيقول لك يجب، يجب، لكن اهو واحدة من احد الخبيرين ما حضرش، ايه رأي حضراتكم؟ نعم، بطلان تشكيل المحكمة. منين؟ طب جبت الكلام ده منين؟ ها؟ حضور واجب. حد موافق على الكلام ده؟ ليه طيب؟ لا طب ايه الفرق بين انه يجب حضور ومش الزامي؟
لا مش محببة، ده المادة 6 قالت يجب نقرا المادة مع بعضينا. ها فكر مع بعض كده. يجب أن تنتهي مادة 6 في غير دعوى الأحوال الشخصية يجب على من يرد. لا الحضور الخبيرين المادة 11، المادة 11 يكون حضور الخبيرين منصوص عليهما في هذه الجلسات وجوبيا، يكون حضورهم وجوبيا في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ والحضانة ومسخ وما إلى ذلك، حضورهم وجوبي. طيب ما حضروش في بطلان ولا ما فيش بطلان؟ بطلان. طب ليه؟ فكروا فيها مع بعض، نفكر فيها ونفكر فيها. طيب انا ما عديتش عليا، بس انا بطرح الكلام مع حضراتكم، يعني ما عديتش عليا بس بنطرح الكلام مع حضراتكم. اعتقد انه لا يترتب عليها بطلان، اعتقد واعتقادي جاي من النص اللي بعد كده، تشكيل النيابه. النيابه تعتبر تدخل من ضمن تشكيل هيئه المحكمه في دعاوى الاحوال الشخصيه، والنص صريح وقال يجب على النيابه ان تتدخل في كذا 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 والا كان الحكم باطلا. فالنص بالنسبه للنيابه طرف اصيل، نص القانون صراحه على عن عدم حضور النيابه او تمثيلها او ده رايها يترتب عليه بطلان بخلاف الايه الخبيرين. طيب من ضمن المزايا والاستثناءات الخاصه بالاحوال الشخصيه، انشاء ملف للاسره. اول ما ترفع دعوه المفروض قلم الكتاب بينشئ ملف للاسره، تمام، عشان يبقى تحت بصر المحكمه كافه المنازعات الخاصه بالاسره. طيب وجوب عرض الصلح، احنا قلنا عليها مرتين. الاختصاص المحلي، خلي بال حضراتكم بنقول لما تيجي ترفع قضيه تبقى عارف انا هرفع القضيه في انهي محكمه، ما هي المحكمه المختصه محليا. خلاص احنا عرفنا محكمه الاسره مختصه نوعيا، طب المحكمه المختصه محليا هرفعها فين؟ ها فين موطن الزوج؟ طب الزوج هو المدعي، الزوجه مسكن الزوجيه، موطن الزوج الزوجة سواء مدعي أو مدعي عليها، ها أول محكمة. طيب خلينا نسمع بقى أول شيء، اتفضل. طب نسمع اتفضل نسمع نفرق بين حالتين، الزوج هو المدعي. قول. طب ده جبته منين؟ منين؟ النص اللي بينظم المسألة. يا جماعة أرجع تاني، والله غير محتاجين بس نفتح الكتاب، نفتح القانون بس هتفرق والله. لو عاوز تكون متميز في رسالتك افتح الكتاب. احترامي السمع كويس، أقدم مني بيفتح لي، بس يفتح لي في نطاق البحث، أبحث فين؟ أقرأ فين؟ أعمل مكتبة منين؟ لكن مش أخد المعلومة، المعلومة مع احترامي طبعًا المداولة حلوة وقمة، لكن هو ده الفيصل، تمام؟ نرجع لقانون بتاعي اللي احنا قلنا عليه، قانون إجرائي، هو بينظم أن أنا أرفع الدعوة فين، ده مسألة إجرائية، تمام؟ المادة 13 قالت إيه؟ تكون محكمة الأسرة التي ترفع إليها أول دعوة تكون مختصة محلياً بنظر النزاع. طيب أنا عندي القاعدة في المادة 49 من قانون المرافعات، القاعدة العامة بقى بتقول لي لما اجي ارفع دعوه برفعها في موطن المدعى عليه، صح كده؟ صح؟ والاختصاص المحلي ده متعلق بالنظام العام ولا مش متعلق بالنظام العام؟ متعلق ولا مش متعلق؟ ما تزعلونيش. لا انا بتكلم على المرافعات، الاختصاص المحلي متعلق بالنظام العام؟ مش متعلق يا جماعه، الاختصاص المحلي في المدني والمرافعات مش متعلق بالنظام العام. يعني ايه مش متعلق بالنظام العام؟ يعني مش من حق المحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها، مش من حق اللي لازم الخصم المدعى عليه هو اللي بيدفع بعدم الاختصاص ويقول يا محكمة احيلي لي الدعوة للمحكمة بتاعة الموطن بتاعي كمدعى علي. لو الزوجة مثلا، لو المدعي رفع الدعوة في محكمته فالمدعى عليه من حقه يدفع بعدم الاختصاص ويطلب احالة الدعوة لمحكمة موطن المدعى عليه. دي القاعدة الواردة فين يا فندم؟ في المرافعات، في المرافعات اللي بتقول ايه الماده 49، الدعوه ترفع في محكمه موطن المدعى عليه. الاحوال الشخصيه الماده 15 قانون 1 سنه 2000 قال لي لا، المحكمه الزوجه لها الخيار
ترفع الدعوة في موطنها أو في موطن الإيه؟ الزوج المدعي عليه. خلاص؟ عرفنا الفرق؟ أدي الفرق الأولاني ما بين القواعد العامة في المرافعات والقواعد العامة الواردة فين إيه؟ في الأحوال الشخصية. ده بسبب إيه؟ إن أنا أمام مسألة أحوال شخصية، فبطبق عليها قواعد الأحوال الشخصية. طيب، هل الاختصاص المحلي متعلق بالنظام العام؟ في الأسرة متعلق بالنظام العام؟ المادة 13 أورادت لي استثناء برضك على قواعد المرافعات، قالت لي إن الاختصاص المحلي ولا إن كان الأصل في المرافعات إنه مش متعلق بالنظام العام، لكن في الأحوال الشخصية متعلق بالنظام العام في حالة إيه؟ إنه أول دعوة ترفع بين الأسرة بين الزوجين أمام محكمة معينة، هذه المحكمة تكون مختصة محليا بكل الدعاوى التي ترفع لاحقا بين هذه الأسرة. تمام؟ زوج وزوجة مدينة نصر واترفعت الدعوة في محكمة مدينة نصر، يبقى إذا محكمة مدينة نصر مختصة محليا بكل الدعاوى التي تنشأ بين مين؟ بين الزوجين دول، أو تكون حتى متعلقة بالنزاع ده، أو من الأولاد أو من الأب أو من الأم، يبقى لازم ترفع الدعوة أمام محكمة إيه؟ مدينة نصر. رفعت أمام محكمة مصر الجديدة، يبقى ما على حضرتك كمدعى عليه إن أنت تدفع بعدم اختصاص محكمة مصر الجديدة للأسرة واختصاص محكمة مدينة نصر، لأنه محكمة مدينة نصر رفعت قدامها أول دعوة. خلاص؟ ده الاختصاص الإيه؟ المحلي. طيب، نقطة تانية غير الاختصاص المحلي احنا قلنا عليه، تمام؟ الأوامر الوقتية أيضاً تخضع لنفس القواعد الواردة في قانون الأحوال الشخصية. الحاجة الثانية، جواز إصدار أحكام وقتية أثناء سير الدعوة. دايماً ناس كتير بتشتكي يقول لك أنا رافع دعوة نفى أو ليه سنتين وما خدتش حكم نفى أو كذا. لا، من ضمن المزايا بتاعت قانون الأحوال الشخصية من حق المحكمة ده خلال أسبوعين إن المحكمة تصدر حكم وقتي بتقرير نفقة وقتية، بس بشرط إن حضرتك تطلب في الصحيفة يا فندم. القانون موجود والنص موجود أهو. القانون إصدار أحكام وقتية، المادة كام؟ 14. حضرتك تطلب في صحيفة الدعوة بالنسبة للنفقة تقرير نفقة وقتية. المحكمة القانون ألزمها أن تصدر قراراً أو حكماً وقتياً بدون تسبيب وبدون توقف حتى على انعقاد الخصومة ولا بدون تحري ولا مصدر دخل الزوج. دي من ضمن الحاجات اللي موجودة في قوانين الإجراءات بالنسبة للأحوال الشخصية. تمام؟ يبقى يجوز إنه المحكمة تصدر أحكام وقتية ونافذة أثناء سير الدعوة. مش موجود الكلام ده في المدني والقواعد والدعاوى التانية. تمام؟ طيب، إنه الأحكام والقرارات الصادرة في النفقات والأجور وتسليم الصغير المحضون تكون واجبة النفاذ بقوة القانون ولو مع حصول استئنافها طبقا للمادة 65. القواعد العادية لا، الحكم ما يكونش واجب النفاذ إلا لو كان المحكمة نصت على النفاذ المعجل أو أنه كان استنفذ وأصبح حكم نهائي. لكن لا، أنا عندي الأحوال الشخصية الأحكام التي تصدر من محكمة الأسرة من أول درجة فيما يتعلق بالنفقات والحضانة والرؤية هي واجبة النفاذ بقوة القانون ولو مع حصول إيه؟ استئناف. طيب، عندي طرق الطعن. طب طرق الطعن في الأحوال الشخصية زي طرق الطعن في القانون المدني؟ لا. طب إزاي؟ أنا عندي الأحوال القواعد العادية، عندي التقاضي على درجتين، وعندي طريق استثنائي وهو طريق الطعن بالنقط. طب الأحوال الشخصية محاكم الأسرة القانون المادة 14 قانون 10 سنة 2004 لغى أو ألغى طريق الطعن بالنقط وقصره فقط على النائب العام طبقا للمادة 250 من قانون المرافعات. يبقى إذا أنا عندي التقاضي في محاكم الأحوال الشخصية في منازعات الأحوال الشخصية. ده الفرق بقى لما أعرف إن أنا بتكلم على منازعة أحوال شخصية، ده اللي خلاني كنت حريص إن أنا أحط في إيدي أعرف إيه معنى الأحوال الشخصية عشان أعرف النزاع بتاعي ده فيه طعن بالنقض ولا ما فيهوش طعن بالنقض. يبقى أنا عندي حكم أول درجة محكمة ابتدائية ثم استئناف عالي، بعد كده ما عنديش إيه؟ طعن بالنقض، الحكم أصبح إيه؟ نهائي. إلا النائب العام طبقا للمادة 250 من قانون المرافعات من حقه يطعن في أحكام الأسرة، وطعن النائب العام له خصوصية بيسمى أنه طعن لمصلحة القانون
هو بيطعن لما يكون الحكم خالف مبدأ قضائي أو خالف نصاً قانونياً فقط. النائب العام ليس طرفاً ولكنه يكون حريص على إعمال صحيح القانون. لذلك بنقول أنه طعن النائب العام لا يستفيد منه الخصوم. يعني رغم أنه النائب العام طعن ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم وتصحيحه إلا أنه يبقى الحكم المنقود منتجاً لآثاره لا يستفيد منه الخصوم. ولكن احنا بنقول ايه؟ تداركا للمستقبل لئلا المحاكم تسير على هذا الايه؟ هذا نهج الحكم. طيب عندي حته مهمه جدا، لما يبقى عندي تعارض بين القوانين الخاصه اللي احنا قلنا عليها قانون اجراءات التقاضي في الاسره وبين القاعده عامه في قانون المرافعات، اطبق انه الاول؟ احنا قلنا اطبق قانون الاجرائي بتاعي لان انا خاص، يعتبر ده خاص، وقلنا الخاص يقيد الايه، صح كده؟ طيب يعني عندي مثلا الماده 221 من قانون المرافعات، بتقول ايه الماده 221؟ انه يجوز، نشوف الماده 221 من قانون المرافعات، معلش بتقول ايه الماده 221؟ بتقول يجوز استئناف الاحكام الصادره بصفه انتهائيه من محاكم الدرجه الاولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقه بالنظام العام او بطلان في الحكم او بطلان في الاجراء. يعني ايه؟ يعني عندي لو حكم صدر من محكمه اول درجه انتهائي، يعني ايه انتهائي؟ انه لا يقبل الاستئناف، خلاص انتهائي. ما انا عندي حاجه اسمها انتهائي او نهائي، وعندي البات. البات الحكم البات هو الذي استنفذ طرق الطعن العاديه وغير الايه؟ العاديه، زي حكم النقض. خلاص ده حكم بات واصبح عنوان الحقيقه. حكم النهائي ده يكون حكم نهائي، خلاص استنفد طرق الطعن العادية ولكن لسه طرق الطعن غير العادية. طيب حكم صدر من محكمة أول درجة وأصبح حكما انتهائيا، زي ايه نمثلها بالمثال يتضح المقال؟ زي دعوى الخلع، هل فيها استئناف؟ الحكم الذي يصدر من محكمة الأسرة بالخلع حكم نهائي ولا مش نهائي؟ نهائي. طب ينفع انا اطبق عليه الماده 221 اهي بتقول يجوز استئناف الاحكام الصادره بصفه انتهائيه من محاكم الدرجه الاولى؟ ما هي محكمه الاسره اللي طلعت حكم الخلع هي تعتبر محكمه الدرجه ايه؟ الدرجه الاولى. لو كان الحكم هناك وقع مخالفه لقواعد الاختصاص المتعلقه بالنظام العام او وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراء، هينفع اطبق؟ ينفع؟ ليه؟ خالف النظام العام؟ عملت استئناف في حكم خلع؟ واتقبل؟ أسسته على ايه طيب؟ ايه؟ طيب طيب يبقى خلي بال حضراتكم، أنا عندي النص المادة 221 أهو، تمام؟ واضح وصريح. عاوز اقربها لكم بالنسبه للمدني. النصاب الانتهائي للمحكمه الجزئيه كام؟ لو حد عارف. 5000، تمام. يعني 5000 ده يجوز استئناف ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لان الحكم قال لك يجاوز 5000، صح كده؟ حكم صدر في 5000 جنيه، وصل امانه مثلا قيمته 5000 جنيه او تعويض 5000 جنيه. هل يجوز استئناف هذا الحكم؟ خالص؟ ها؟ اهو رحنا للمدني، لو كانت الاحوال شخصيه صعبه اهو رحنا للمدني سهل بالنسبه لكم. هل يجوز استئناف الحكم الانتهائي الذي يصدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمه اول درجه؟ ها؟ ما يجوزش. طب لو ما يجوزش، بس معلش يعني معلش، لو ما يجوزش امال الماده 221 دي بتعمل ايه يا بهوات يا جماعه؟ رجاء والنبي. طب لو 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 الأحكام الانتهائية التي تصدر من محكمة أول درجة لا يجوز استئنافها أو لا يجوز الطعن فيها، أمال المادة 221 موجودة ليه في النص؟ يا فندم ده هي بتعالج الحالة اللي حضرتك بتقول عليها، إنه ما هو الحكم لو مش انتهائي ما أنا هستأنفه عادي، ومحكمة تاني درجة تصحح لي الطلبات بتاعها، صح؟ لكن المشرع هو يبحث عن العدالة ولا يكرس حصانة أي حكم قضائي يكون غير صحيح حتى مهما يكن. فلذلك المشرع أوجد لك مخرج أهو، هو بيقول لك الحكم انتهائي، يعني ما فيش استئناف،
لكن الحكم في كارثه، في كارثه. ألجأ لفين؟ ايه اللي يساعدني ان انا انقذ موكلي من الكارثه اللي حصلت بيه، رغم انه النص بيقول لك حكم انتهائي؟ هي الماده 221. ارجع اقرا بس. يجوز استئناف الاحكام الصادره بصفه انتهائيه. ما هو لو طالما حكم انتهائي انه لا يجوز استئنافه، صح؟ لكن هو النص قال لك ايه؟ يجوز استئناف الاحكام الصادره بصفه انتهائيه من محاكم الدرجه الاولى. امتى؟ ده السؤال بقى، عشان بس ما تقولوش ان انا بقول كلام وخلاص او بقول كلام مخالف للقواعد. لا، كلامي محدد وواضح وصريح. استئناف الاحكام الصادره بصفه انتهائيه من محاكم الدرجه الاولى مرهون بالحاله المنصوص عليها في الماده 221، اللي هي ايه؟ اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم. بس هما الحالتين دول، حاله قد تكون بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات، حالتين صعبين بس وارد الحدوث فيهم. وارجع لمحاكم الاستئناف هتلاقي فيه ناس عباقره من المحامين، بيعرف فعلا لانه دارس صح وبيقرا صح ومطلع صح، وتلاقيه بيكتب استئناف للمحكمه والمحكمه بتحكم له، بس بشرط انك تودع الكفاله 100 جنيه، لانه شرط لجواز الاستئناف لازم تودع كفاله 100 جنيه. احكام استئناف الاحكام الصادره بصفه انتهائيه عشان يقبل، لان ممكن تكون كاتب كلام صح بس للاسف ما حطيتش الكفاله، بياخدها عدم جواز الاستئناف. خلاص؟ خلاص؟ ماشي؟ 5000 نهائي ما ينفعش استئنافه إلا لو كان هذا الحكم باطلا. وأحكام محكمة النقض ده فيه حكم وحيد تقريبا في السنة 17 من أحكام محكمة النقض، حكم جميل جدا تطبيقا للمادة 221، وقال إيه؟ انعدام الحكم. خلي بالك، ما هو في فرق بين الانعدام وبين البطلان وبين خطأ في تطبيق القانون، ها؟ لأنه كله هيندرج ضمن إيه؟ خطأ في تطبيق القانون. ما هو كله خطأ، لكن لا، كل مصطلح له معنى وله أساس. الانعدام شيء، وبطلان الحكم شيء، وخطأ الحكم في تطبيق القانون شيء آخر. الخطأ ومخالفة القانون، فساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وما استجابش لمذكرتي وطلب خبير، ده كله خطأ في تطبيق القانون، ما ينفعش سبب إن أنا استأنف في الطريق الاستثنائي. الحالة انعدام الحكم أو بطلان الحكم. من حالات البطلان قصور الحكم، محكمة النقض بتاعتنا الموقرة اللي بترسي مبادئ قيمة، قصور الحكم في أسبابه الواقعية يعتبر ينهوي بالحكم إلى درجة الإيه؟ البطلان. الحكم ما فيهوش أسباب خالص، ما فيهوش أسباب، ده يعتبر من أسباب بطلان الحكم. خلوه من الأسباب يعتبر سبب من أسباب البطلان اللي منخليه من حق حضرتك تستأنف هذا الحكم حتى ولو كان صادر في حدود النصاب الإيه؟ الانتهاء 5000 جنيه، وقيس عليه. تمام؟ نرجع تاني لأحوال للخلع. الخلع هو حكم نهائي وصدر وحكم لا يجوز استئنافه. هل ينفع أخش واستأنفه من باب المادة 221؟ أنا لقيت قانون الأسرة قافل عليا الطريق. ممكن أخش باب المادة 221؟ ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ها؟ ايه ده احنا خلاص لسه والله؟ ده لسه؟ ها؟ ها؟ ايوه، الخاص يقيد العام. انا عندي نص المادة 20 قانون 1 لسنة 2000 قالت ان الحكم الذي يصدر الخلع حكم نهائي ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. طب بس معقولة؟ يعني فعلا ما فيش ولا اي ثغره ان احنا ممكن نطعن في اي حكم بتاع خلع؟ ها؟ فيش اي ثغره؟ قول لنا اي ثغره كده يمكن نلاقي منها اي حاجه. في حاله؟ هل في حاله ممكن نطعن فيها في حكم الخلع؟ لا. ها؟ نقول لكم وامرنا الى الله. حاله واحده اللي احنا قلنا عليها، حاله انعدام الحكم. انعدام، خلي بالك، بنقول تاني هناك فرق بين الانعدام وبين البطلان وبين الخطأ في تطبيق القانون. ما هو الانعدام؟ انعدام الحكم، متى يكون الحكم منعدما؟ ها؟ ها؟ لا، لو كان بدون أسباب ده يبقى حكم باطل. ها؟ خلوه من الأسباب الواقعية. ها؟ ها؟ عدم وجود المحل، وفاة الزوجة، امال مين هياخد الخلع؟ ها؟
خلاص ده يبقى الحكم خلاص مصلحه نظريه بقى خلاص طالما الست خلعت هنتكلم في ايه؟ انقضت الدعوه كده بوفاه المتهم بوفاه الزوج. الحكم يكون منعدم. اتفضل. نعم؟ لا لا ده سبب من اسباب طعن بالنقض او مخالفه القانون او فساد في الاستدلال، قلناها كل هذه صور من صور خطأ تطبيق القانون. لكن الانعدام يا جماعه له ثلاثة شروط، الحكم يكون منعدم في ثلاث حالات أو ثلاث شروط، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية. إمتى الحكم يتجرد من أركانه الأساسية؟ إذا صدر من جهة غير مختصة أو صدر من قاضي ليس له ولاية، أو كان هذا الحكم يعني صدر في 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 خصومة تعتبر منتهية. هما دول الثلاث شروط اللي انت من خلالهم تقدر ترفع دعوة ببطلان الحكم، الحكم الصادر بانعدام الحكم بالنسبة للصادر حكم الخلع، إذا كانت الدعوة متعلقة بانعدام الحكم الخلع، إذا صدر متجردة من أركانه الأساسية، صدر من جهة غير قضائية أو مش مختصة، أو قاضي ليس له ولاية، أو إنه النزاع في حد ذاته القاضي افتقد صفته، مش صفته القضائية، لا افتقد صفة النزاع، أصبح النزاع مش ما فيش خصومة أصلا، تمام؟ عشان هي هتبقى حالة صعبة صعبة الحدوث، ولكن الأمانة قد يكون الواقع العملي تطرح أمام حضراتكم يبقى المجال إيه موجود. طيب نكمل. دي القواعد الاستثناءات العادية، خلي بال حضراتكم اللي احنا قلنا عليها. القانون المادة 17 ايضا اوردت استثناءات هامه جدا، ودي المفروض تدخل في صميم الاحوال الشخصيه. الماده 17 اوردت ثلاث قيود. القيد الاول عدم قبول الدعاوى التي يقل فيها سن الزوجين عن السن المحدده قانونا. الثاني عدم قبول الدعاوى بالنسبه للزواج غير الموثق. القيد الثالث عدم قبول دعاوى التطليق من الزواج غير الموثق. القيد الرابع دعاوى الطلاق بين الزوجين المصريين غير المسلمين. طيب المادة 17 بتقول ايه؟ لا تقبل، عشان لما حضرتك او حضرتك تيجي ترفعي قضية تبقي عارفة الدعوة بتاعتك هتبقى مقبولة او مش مقبولة، او محكمة اول درجة قبلت الدعوة بالمخالفة للقانون، فمن حق حضرتك او حضرتك تستأنف وبالتالي تلغي الحكم، لانه المفروض المحكمة كانت عين عليها ان تقضي بعدم قبول هذه الايه الدعوة. بتقول ايه النص المادة 17؟ لا تقبل، يعني عدم قبول اهو شكل مش موضوع، ها نتكلم في شكل الدعوة، الدعوة غير مقبولة لسه ما دخلناش في الموضوع. لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، او كانت سن الزوج تقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الزوجين احدهم سنه اقل من 16 و18 الدعوه غير ايه؟ غير مقبوله، تمام؟ طبعا اتعدل القانون 143 لسنه 94 اضاف ماده 31 ورفع سن الزوج وحظر على الموثقين والمأذون والجهات المختصه لتوثيق عقود الزواج ان تبرم عقد الزواج ما لم يكن سن الزوجين الجنسين ايه؟ 18 سنه، تمام؟ طيب لكن انا عندي نزاع، طيب زوجه عندها اقل من 16 سنه والزوج عنده 21 سنه، الدعوه مقبوله؟ غير مقبوله. ليه؟ لانه سن الزوجين هنا اقل من السن المحدده قانونا. طب هذا القيد عدم القبول نطاقه ايه؟ هل متعلق بحاله الانكار؟ يعني انه يكون الزوج بينكر العلاقه الزوجيه ولا لا؟ سواء الزوج اقر او ما اقرش فبالتالي الدعوه غير مقبوله. ها؟ عدم القبول هنا متعلق بالنظام العام، سواء الزوج المدعي عليها اقر الزوجيه او انكرها فالدعوه غير مقبوله. طيب الزواج موثق بوثيقه رسميه وسن الزوجه اقل من 16 سنه والزوج اقل من 18 سنه وحصل خلاف بينهم والزوجه جت لحضرتك او لحضرتك وقالت لي ارفع لي دعوه طلاق، الدعوه مقبوله؟ ها؟ بس الزواج موثق عند المأذون. ها؟ ها؟ أيوة بس الزواج سرد وثيقة رسمية يا فندم أهو. ها؟ الدعوة مقبولة ولا مش مقبولة؟
بس عندي وثيقه من المأذون اهو. بالظبط كده تمام. يبقى اذا الفقره الاولى الماده 17 بتتكلم على حاله عامه، سن الزوجه اقل من السن او سن الزوجه اقل من السن القانونيه الدعوه غير مقبوله على الاطلاق. الزوج اقر ما اقرش، الزوجيه ثابته بوثيقه رسميه غير ثابته بوثيقه رسميه، الدعوه غير مقبوله. طب امتى احسب سن الزوجين؟ بتاريخ الزواج ولا بوقت رفع الدعوه ولا باول الجلسه؟ ها لما اقول سن الزوجه اقل من 16 العبره بوقت رفع الدعوه ولا وقت الزواج؟ الرئيس بيقول لك وقت الزواج اهو. ها بالظبط كده، العبره بوقت رفع الدعوه. الدعوه تبقى مرفوعه عندي امتى؟ متى تكون الدعوه مرفوعه؟ ما هو المعيار الوقت اللي انا اقول الدعوه مرفوعه عشان احسب السن 16 سنه؟ ها ها بوقت التسويه ادعاء الصحيفه قلم كتاب المحكمه برفع على حضرتك. طب ده الكلام ده معناه خطير جدا. انت اللي قلت مثلا. طيب يعني عاوز اقول حاجه، يعني سن الزوجين وقت قيد الصحيفه كان اقل من السن، وقعدت متداوله قدام الاستئناف كان السن الزوجين بلغوا السن، الدعوه مقبوله ولا مش مقبوله؟ ركزوا معايا بقى. ايه معايا ولا ايه؟ بنقول العبره بوقت رفع الدعوه. العبره بوقت رفع الايه؟ الدعوه. طيب كان وقت ما رفعت الدعوه كان سن الزوجين اقل من السن القانونيه، وقعدت متداوله امام الاستئناف او امام اول درجه، كان الزوج مثلا باقي له علشان بيكمل السن 18 شهر شهرين على ما اعلنت الصحيفه، وامام اول درجه كان تم السن القانونيه، الدعوه تبقى مقبوله؟ لا انتوا ايه خلاص قفلتوا؟ لو قفلتوا خلاص نقفل يعني مش مشكله. امال ايه؟ بس شايفه مش ايه تعبنا؟ لا بنقول العبره الماده 16 قالت سن الزوجين لازم يكون ايه؟ 16 وزوج 18. خلينا في الزوج كان عنده 17 و9 شهور لما لك رفعنا الصحيفه عشان نثبت العلاقه الزوجيه تمام، كان 17 سنه و3 شهور على ما اعلنت الصحيفه في اول جلسه كان تم الراجل 18 سنه. ها الدعوه تبقى مقبوله واستوفت كده ولا لا؟ ها انعقدت الدعوه بتمام الاعلان ها وتمام الحضور ها ها اقول ها الدعوه تكون غير مقبوله زي ما قلت لحضراتكم لان العبره عندي بوقت رفع الايه؟ وقت رفع الدعوه. طيب الحكم الذي يصدر بعدم قبول الدعوة هل حكم يحوز حجية؟ يعني يمنعهم انهم يرفعوا دعوة تاني بعد ما يبلغوا السن ال 18؟ ها؟ يا رجال القانون يحوز الحجية؟ يحوز حجية؟ يا مانعة تمنع انه يرفع دعوة تانية لما يستوفي السن؟ ها؟ ايوه يرفع؟ برافو صح. الحكم الذي يصدر بعدم قبول عدم بلوغ السن لا يحوز حجية لا تمنع من إعادة رفع الدعوة بعد ما يبلغوا السن الايه؟ القانونية. طيب بنقول ايه؟ ليه بقى المشرع قال لي لازم يكون السن الزوجين؟ ليه قال لي لازم تكون الزوجة 16 وزوج لازم يكون 18؟ المشرع لما النص ده خلي بالكم مش موجود في قانون سنة 2000، ده كان موجود في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المادة 99 فقرة 4. لائحة ترتيب المحاكم الشرعية اللي صادرة بالمرسوم 78 سنة كام؟ 1931. يعني النص ده موجود من سنة 1931. المذكرة الإضاحية قالت أنا شايفة إن الزواج عقد مهم جدا وما ينفعش الزوجين يتزوجوا دون السن ده، السن ده هو سن السن الرشد المالي. كان هو ده السن بالنسبة في الوقت ده هو سن الرشد الإيه؟ المالي. طيب وقلنا ان السن الشرط ده متعلق بالنظام العام، يعني حتى لو الزوج والزوجه حضروا الولد عنده 17 والبنت 16 والزوج اللي عنده 17 اقر بالعلاقه الزوجيه، ما معهمش عاوزين يثبتوا الزواج. المحكمه تحكم باثبات العلاقه الزوجيه؟ لا، تتصدى المحكمه من تلقاء نفسها وتقضي بعدم قبول الدعوه لعدم بلوغ السن الزوجين السن المحدده قانونا. طبعا انا عندي الماده 227 من قانون العقوبات جنحه وجريمه
كل من أدلى، يعني حتى لو كان الزواج موثق والسن أقل من السن، بردك عدم قبول الدعوة، ويتعرض للعقوبة الواردة في المادة 227 كل من أدلى أمام المأذون أو الموثق ببيانات غير صحيحة، يعني بقصد بلوغ أحد الزوجين السن القانونية، يعاقب بعقوبة الإيه؟ الحبس، وكذلك المأذون إذا كان يعلم، زائد عقوبة العزل من الإيه؟ والعقوبة التأديبية. طيب نخش على البند الثاني، نخش على البند الثاني. عدم المادة الفقرة الثانية من نفس المادة 17، عدم قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج غير الموثق. بتقول ايه المادة 17 فقرة 2؟ لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية. يعني ايه معناها الكلام ده؟ يعني لو ما فيش وثيقة زواج رسمية عندي وحصل نزاع بين الزوج والزوجة، وقول المحكمة عشان يحلوا النزاع ده، سواء بطلاق، سواء بنفقة، حضانة، مسكن حضانة، رؤية، المحكمة تقول لهم عدم قبول الايه؟ الدعوة. ليه؟ لأنه الزواج غير موثق. برضك النص ده مش حديث من سنة 2000، قانون 1/2000 كان موجود في المادة 99 فقرة 5 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية اللي قلنا عليها 1931. والمحكمة أو اللائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة سنة 31 المذكرة الإضاحية للنص ده قالت إيه؟ قالت كلام جميل جدا، إنه عقد الزواج لا يقل خطورة وأهمية عن حجج بتاعة الوقف ولا عقد البيع ولا عقد الرهن. هذه العقود المشرع اشترط إيه للاعتداد بيها؟ توثيقها. وقال أن الذمم قد خربت، فأن بعض الزوجين يتفق على زواج ثم يجحده أحدهما ويعجز الآخر عن إثبات العلاقة الزوجية، أو إن واحدة تدعي الزوجية زوراً وبهتاناً بقصد التشهير بشخص معين. فلذلك المشرع حرص سنة 1931 على حتمية توثيق عقد الزواج، ومنع المحاكم من قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج إلا إذا كان ثابتاً بوثيقة إيه؟ رسمية. بس لينا هنا وقفة، لينا هنا إيه؟ وقفة. خلي بال حضرتك، النص كان في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بيقول ايه بهوات؟ دايما انا بقول للمرة الثالثة اهو، ان معرفة الماضي جزء من ما فهم الايه؟ الحاضر واستشراف المستقبل. فلائحة ترتيب المحاكم الشرعية كانت بتقول ايه؟ لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تقبل او لا تسمع دعوى الزوجية، خلي بالكم، الا اذا كان الزواج ثابتا بوثيقة زواج رسمي. النص كان كده، المادة 99 فقرة 5 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تقبل دعوى الزوجية إلا إذا كان الزواج ثابت بوثيقة زواج رسمي. النص بيقول إيه؟ لا تقبل دعوى الزوجية. يعني إيه زوجية بس؟ يعني هل المشكلة إنه دعوى الزوجية بس هي مش مقبولة؟ يعني إن الزوجة أو البنت لما ترفع دعوة بإثبات العلاقة الزوجية هي دي بس اللي المشرع يقصدها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، إن الدعوة تكون مش مقبولة؟ ولا يقصد كل الدعاوى، مش الزوجية بس، الدعاوى الزوجية والدعاوى الناشئة عن العلاقة الزوجية؟ اتفضل. أيوه ركزوا يا بهوات والنبي مع الزميل اهو. ها ماشي، النص صريح حلو بس منطقي. يعني معناها ايه؟ هو الست او البنت لما بترفع دعوى اثبات زوجيه هي عاوزه بس ورقه عشان تقول ان هي زوجه، ولا عاوزه الاثار المترتبه على هذا الزواج؟ عاوزه شقه وعاوزه نفقه وعاوزه حضانه وعاوزه متعه. يعني اذا دعوى الزوجيه ليست مقصوده لذاتها، هي تعمل بيها ايه الورقه؟ هي عاوزه الآثار المترتبة. إيه رأيكم بقى في الكلام ده؟ موافقين على كلام الزميل إنه دعوة الزوجية بس هي اللي تكون غير مقبولة؟ ها؟ مش كده؟ طيب ماشي، ده الكلام ده كان في ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بتقول إيه؟ لا تقبل دعوة الزوجية. كان الخلاف ساعتها يعني الممنوع بس دعوى زوجية بس، لكن الدعاوى الناشئة عنها مقبولة كان فيه خلافين اتجاهين. رأي زي ما قال الرئيس
انه لا، النهي خاص بالزوجيه فقط لا غير. الدعوه التي ترفع بطلب اثبات الزوجيه، لكن الدعاوى الناشئه النفقه والمتعه لا، دعوى مقبوله. راي ثاني قال زي ما انا قلت يا جماعه، لا، المنع شامل دعوى الزوجيه والدعاوى الناشئه عنها، لانه مش المقصد من دعوى الزوجيه في حد ذاتها، ولكن الاثار المترتبه على الزوجيه. ده كان الخلاف بصدد ايه؟ نص الماده 99 فقره 5 من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه. طيب نرجع للنص بتاعنا احنا بقى، قانون 17، قانون الماده 17 قانون 1/2000 قالت ايه بقى؟ لا تقبل الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج، لا تقبل الدعاوى الناشئه. هنرجع لنفس السؤال، الله، يعني اذا المنع خاص بالدعاوى الناشئه فقط لا غير، هي التي تكون غير مقبوله، اما دعوى الزوجيه بطلب اثبات العلاقه الزوجيه تكون مقبوله. النص بيقول لا تقبل الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج ما لم يكن ثابتا بوثيقه رسميه. ها، ايه رايكم بقى في الكلام ده؟ لا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج. يبقى اذا المنع هنا قاصر على الدعاوى الناشئه فقط، اما دعوى الزوجيه واثبات الزوجيه تكون مقبوله. ها، اتفضل. بس الرئيس هنا هيقول لك لا، انا صراحه النص واضح، ولا اجتهاد مع صراحه النص، صح كده يا ريس؟ صح ولا رجعت في كلامك؟ ها، تقبل في دعاوى؟ لا لا لا، يعني دعوى الفسخ بس دي دعوى الفسخ ليها نص الفقره الثالثه موجود فعلا، لكن انا بتكلم على ما عدا دعوى الفسخ. النص بيقول لا تقبل الدعاوى الناشئه. هل الدعاوى الناشئه بس اللي هو النفى والمتعه والحضانه والطلاق والتطليق؟ لكن دعوى اثبات الزوجيه التي ترفعها البنت، قامت رفعت دعوى باثبات الزوجيه، تكون مقبوله؟ ولا كله يكون غير مقبول؟ يعني انت ما رفعتوش دعوى خلع خالص، دعوى زواج عرفي خالص، اثبات زواج عرفي خالص؟ غير مقبوله؟ مقبوله؟ طب جبتها منين؟ طب ليه مقبوله ليه؟ مقبولة ازاي؟ طب ما هو النص بيقول لي لا تقبل الدعاوى الناشئة. ها؟ الناشئة. لكن الزواج نفسه يقبل. طب ها، موافقين على كلام الزميل؟ موافقين على كلام الزميل؟ إنه الدعوة التي ترفع بإثبات العلاقة الزوجية تكون مقبولة؟ مشهرة ازاي يعني؟ ما هي لو مشهرة ما انا هرفع المحكمة ليه؟ ما انا عاوز اثبات زواج، ما هي لو متسجلة ولا ما. ها؟ طب استنى، يلا اتفضل. طب ها؟ طب يعقل يعني؟ معلش، وهي اتفضلي. هو ده الكلام المنطقي المفروض؟ يعني ينفع النهارده اقول النهارده مثلا الزوجه ليها نفقه، ازاي ادي لها نفقه واصلا ما فيش علاقه زوج؟ يعني مش دي فرع من دي، مش دي مترتبه على دي؟ اذا كنت انا يعني ازاي يعني احنا قلنا النص قبل كده في لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه كان يقول لك لا تقبل دعوى الزوجيه بس، وقلنا الخلاف كان حصل ما بين انه الزوجيه بس لكن الدعاوى الناشئه عنها. قلنا ليس المقصود بدعوى الزوجيه في حد ذاتها، ولكن المقصود الاثار المترتبه على الزوجيه. ايه رايكم في الكلام ده؟ يبقى الدعاوى الناشئه فقط هي الممنوعه، اما دعوى اثبات الزوجيه تكون مقبوله امام المحاكم. لا مش موثقه يا ريس، يعني زواج عرفي ورفع دعوى عشان تثبت العلاقه الزوجيه، وقالت يا محكمه احنا ارتبطنا بزواج كت كت كت، يا محكمه احكم لنا اثبات العلاقه الزوجيه خلاص. والزوج المدعي عليه حضر وانكر، عشان الكلام يبقى واضح، الكلام مقيد بحاله الانكار، لكن لو الزوج المدعي عليه حضر واقر على راسه مش مشكله. ها، لا، عشان النص عندي مقيد عدم القبول في حالة الإنكار.
اهو لا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج حتى في ظل لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه كان عند الانكار، لكن لو في اقرار مش مشكله. لا فين غير مقبول؟ هو النص ما قالش الاصل، هو قال الدعاوى الناشئه، الناشئه ما قالش اصل الزواج، اصل العقد. عشان بس اصح اللي كان بيقول اصل كده في ظل اللائحه كان تقول لا تقبل الدعوى الزوجيه، عشان كده بقول لك المشرع يعني ايه جه يصلح الوضع في ظل لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه زاد الطينه بله في قانون واحد لسنه 2000. ها ها لا تقبل. اتفضل. هل يجوز ايه؟ اكتب يا استاذ عشان تقف. سامح نفسك دي اللي اسمعك يعني. طيب هي رفع الدعوه عشان تثبت العلاقه الزوجيه هتبقى مقبوله؟ طب ما انت جبت ايه؟ ما هي مشكلتنا بيت القصيد ده، الدعوه مقبوله ولا مش مقبوله؟ غير مقبوله. ها؟ الشرع يشترط ان يكون العقد موثوق بالنسبه للزوجيه. يا فندم هي الدعوه لوحدها هي دعوه اسمها اثبات زوجيه. بس ماليش دعوه خلينا في دعوه زوجيه، عشان كده بقول لكم مفيش حد فيكم ما رفع دعوه اثبات زواج عرفي ولا حاجه. ها؟ لا ده كان نسب. ما لو الزوج اعترف خارج نطاق النقاش يا جماعه. النص بيقول حاله الانكار مقيد بالانكار، لكن لو الزوج حضر مش مشكله، لكن النص بتاع الفقره الاولى اللي هو متعلق بالسن قلنا ده اللي ملوش علاقه بالانكار او عدم الانكار. ها؟ الرئيس بيقول لك مقبوله في حاله وجود شهود. بس انا قفزت على الموضوع كده. انا بالاول بفتح الباب الدعوه مقبوله كشكل ولا مش مقبوله كشكل. معلش يا رئيس سمعتكش تاني اتفضل. مقبوله ايه ولا ما سمعتش الصوت انا؟ تنسب العيال؟ لا خلي بالكم دعوى النسب خارج نطاق النقاش، دعوى النسب لها حكم خاص. تقبل دعوى النسب تحت اي ظرف من الظروف. خلاص عشان بس يبقى الكلام واضح وصريح. دعوى النسب ملهاش علاقه زواج ثابت مش ثابت لان انا مرفوعه بدعوى اثبات نسب وليس علاقه زوجيه. ممكن هنتكلم بعد كده لو اتكلمنا على ادله ووسائل اثبات الزوجيه. خلي بالكم من ضمن الوسائل اثبات الزوجيه الزوجه لو تحصلت على حكم باثبات نسب ممكن هذا الحكم يكون سبب لإثبات العلاقة الزوجية، بس مش بحكم الضرورة إنه طالما خدت حكم نسب يبقى معناها إنه الزوجية ثبتت. لا، هذا الطريق وهذا الاستثناء مقيد بحالة إنه المحكمة أو الحكم في دعوى النسب يكون قد أشار في أسبابه إلى وجود علاقة زوجية بين والدة الطفل ووالد الطفل، والاسباب تكمل المنطوق وبتاخذ الحجيه. يعني مش كل حكم نسب هقول والله يرتب اثر على ثبات العلاقه الزوجيه، لا. الحجيه قائمه ان الحكم يكون اشار اثناء تطرقه لثبوت النسب انتهى في اسبابه الى وجود علاقه زوجيه بين الطرفين واثبت منه. هنا اقول لك فعلا الزوجيه ثبتت، ودي من ضمن الادله والطرق اللي احنا لسه كنا نتكلم عليها كيفيه اثبات الزواج غير الموثق. ايه الادله اللي تبقى مقبوله لاثبات الزواج غير الموثق؟ وخدت رفض. لا دي ليها شروط تانية قانون ال 103. لا زواج المصري او زواج المصرية باجنبي دي ليها قواعد خاصة وليها شروط نص عليها في 103 تقريبا قانون التوثيق 76.
شروط معينه ولازم الزوجين ولازم يجيب شهاده من القنصليه ومن السفاره ويكون فارق السن بينهم ما يزيدش مش عارف عن ايه ويحط لها وديعه ب 50,000 جنيه حاجات كده شروط موجوده ولازم يجيب ما انه ما فيش عصمتي زوجات اخريات ودخله ليها شروط تانية وان كانت الشروط دي متعلقه بالنظام العام هذه الشروط متعلقه بالنظام العام لو استبل المحكمه الشروط دي مش متوفره تقضي برفض دعوى وعدم قبول ولو قضي بالحكم من حق النيابه العامه باعتبار احد الاطراف في دعوى الاسره ان ترفع دعوى ببطلان هذا الحكم. افصح عن عقيدته كشف عن عقيدته قبل ما يصدر الحكم ماشي ها الدعوه مقبوله غير مقبوله مقبوله ماشي ها انا مش عاوز برضك الـ يعني ايه ناخد الراي ونقول المحكمه النقض قالت ايه وكده لا انا عاوز انتوا تفكيركم شايفين ايه هل فعلا الدعوه تبقى مقبوله ولا مش مقبوله في ظل تفسير النص انا بقول لحضراتكم تاني قلنا النص كان في ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنع كان قاصر على دعوى الزوجية لا تقبل دعوى الزوجية إلا إذا كان الزواج ثابت خلي بالكم كمان النص بيقول إيه إلا إذا كان الزواج ثابت بوثيقة زواج رسمية لما كان النص ده في ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سنة 31 حصل الخلاف اللي قلته لحضراتكم قدام محكمة النقض اتجاه يقول لك لا ده المنع خاص بالدعوى الزوجيه فقط اما الدعاوى الناشئه عنها مقبوله طب ازاي يعني انا ما اعترفتش بدعوى الزوجيه اترتب على دعوى طلاق ولازم الطلاق لا يكون الا من زواج تمام في نفس الوقت خلي بال حضراتكم النص كان في ظل لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه لا تقبل دعوى الزوجيه الا اذا كان الزواج ثابتا بوثيقه زواج رسميه النص اللي عندي اسقط كلمه زواج قال لك إلا إذا كان الزواج ثابتا بوثيقة رسمية عشان كده دايما أنا بقول لكم معرفة الحاضر جزء من معرفة المستقبل واستشراف المستقبل عشان تشوفوا إيه ليه يا ربي ليه المشرع أسقط كلمة زواج كان في لائحة الترتيب إلا إذا كان الزواج ثابتا بوثيقة زواج رسمية هنا عندي قال لي لا وثيقة رسمية وخلاص ليه نقلتكم أنا من السؤال الأول لسؤال ثاني يعني تقبل؟ أيوة أنت عشان فهمت الماضي أنت فهمت الماضي وعرفت الحاضر ماشي على العموم هي محكمة النقض فعلا أصدرت حكم في 2010 وقالت أنه الدعوة المنع قاصر على الدعاوى الناشئة أما في خصوص دعوة الزوجية فإن الدعوة تكون إيه؟ مقبولة دعوة مقبولة لكن حتصور مشكلة يعني النهاردة الزوجة خدت إثبات زوجية طيب هل بمقتضى هذا الحكم هترفع دعاوى بقى بكافة الآثار المترتبة عليه؟ أنا أعتقد يعني وجهة نظري إنه قد يكون اتفضل. هل الاعتراض على خلينا بس نزار طعك مسائل فرعية لما نتكلم في أنا ممكن في بعد ما نخلص اللي أنت عاوزه من العيني من الشمال. خلاص؟ عرفنا بعد إذن حضراتكم المنع مقيد بالدعاوى الناشئة يبقى إذن دعوى الزوجية في حد ذاتها مقبولة المنع مقيد بإيه حالة عاد الإنكار يعني إذن لو في إقرار من الزوج خلاص يبقى ما عنديش إيه ما عنديش مشكلة طيب الإنكار ده لازم يكون إنكار صريح ولا ممكن يكون إنكار ضمني طيب الزوج أعلن ومرضيش يحضر وتحققت المحكمة من إعلانه واستلم الإعلان ومرضيش يحضر هل أعتبر عدم حضوره هو بينكر العلاقة الزوجية وبالتالي أحكم بعدم القبول ولا لا ليه ما حضرش مش عاوز يحضر هل عدم الحضور يا بهوات عدم الحضور هنا يعتبر بمثابة إنكار طيب الست رفعت دعوى بصحة توقيع عقد زواج وخدت حكم بصحة توقيع عقد الزواج هل يعتد به ويعتبر كده سبب من أسباب ثبوت العلاقة الزوجية؟ ها؟ صحة توقيع ها؟ إيه؟ صحة توقيع على العقد أيوه ملهاش دعوه بموضوع العقد
يعتبر إنكار ولا إقرار؟ طيب أيوه هو ما حضرش. خلي بالكم، برافو على حضرتك. احنا بنفرق ما بين حالتين، هل الزوج حضر في دعوة صحة التوقيع وأقر ولا ما حضرش؟ ولا هو صحة التوقيع لازم الزوج المدعي عليه بيحضر؟ المحكمة ممكن حتى لو المدعي عليه ما حضرش بتحكم بصحة التوقيع. فهو لو حضر أنا ممكن أعتبر إنه ده إقرار بمنزلة إقرار بالعلاقة الزوجية، لكن عدم حضوره في صحة التوقيع هل أعتبره قرينة على إنه هو بيعترف بالعلاقة الزوجية؟ لا. طيب زوج آخر سؤال عشان أسقلت على حضرتكم، زوج نسب عقد زواج على غير الحقيقة إنه متجوز واحدة، إن هو متجوز واحدة 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 يعني مش واحدة واحدة، تمام؟ خلاص؟ فعملت ليه جنحة تزوير محرر عرفي، وعملت له جنحة إن هو زور هذا المحرر وادعى قيام علاقة زوجية بينهم. المحكمة الجنح إدت براءة للزوج من جنح التزوير، هل حكم البراءة هنا يعتبر فحوص حجية؟ هل يعتبر إقرار أو يثبت العلاقة الزوجية؟ ايوه، هو الفكره انه العقد ده صحيح ولا مش صحيح؟ المحكمه ادت براءه وقالت انه العقد والعقد صحيح. برافو عليك، لا برافو بجد بجد يعني، برافو على حضرتك. فعلا انه رغم حضور حصول الزوج على حكم بالبراءه الا ان الزوجه ما زالت ايه؟ تنكر العلاقه الزوجية، فما يعتبرش ياخد ايه؟ حجية في النقطة دي. أي طلبات ولا أي أمر، مش عاوز أثقل على حضراتكم، أنا مستعد أكمل معاكم لغاية الساعة 5 لو أو وما إلى ذلك لو حابين يعني. ها. أي بجد أي استفسار في طبعاً احنا لسه المفروض في جزء إجراء لسه هنكمل القيود وإن شاء الله وفي نصيب، ولسه ما اتكلمناش على القوانين الإيه؟ الموضوعية. السؤال ماشي. ده انت لسه فاكره قانون الرساله السوداء، انا بنجاوب عليه المره الجايه بقى.